الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة في صباح الخير يا مصر. الحقيقة أنه مبارح كان في خبر عظيم بيتكلم عن تصنيف مصر في قائمة الوجهات السياحية في 2023. كان في مجموعة من المواقع اللي كتبت عن تصنيف مصر في هذا الشتاء. الموقع الأمريكي الشهير مثلاً ديزرت نيوز قال إنه مصر واحدة من أفضل 5 وجهات على مستوى العالم، وحتشهد إقبال كبير من السياح في 2023. أيضاً جريدة ديزون البريطانية قالت إن مصر واحدة من الوجهات المميزة جداً هذا الشتاء، وكمان بتتكلم عن المسافة القصيرة ما بين مصر وما بين بريطانيا. الحقيقة مجموعة من المعايير تم على أساسها اختيار مصر، ويمكن إحنا هنا بنتكلم عن جودة الرحلات السياحية، المنتج السياحي المقدم للسياح، كمان مسألة تنوع عوامل الجذب السياحي. لو إحنا بنتكلم إنه عندنا سياحة تاريخية، سياحة شاطئية، أيضاً الرحلات السياحية الدينية وغيرها من رحلات بقى. لو احنا بنتكلم عن الناس اللي بتيجي تحب تاخد تعمل كده رحلة نيلية، يعني الحقيقة كثير من عوامل الجذب في مصر هذا الشتاء. صحيح يا هدير، وعايز اقول لك الدولة المصرية اشتغلت على الملف ده بقالها فترة كبيرة جدا. احنا اشتغلنا على عدد كبير من الملفات. على سبيل المثال الملف بس بتاع المتحف المصري الكبير خد جزء كبير جدا من الدولة. اشتغلنا على قصة ايضا السياحة الشاطئية، على تطوير المواقع الأثرية. لو رجعنا لهذا الموقع الأمريكي اللي هو ديزرت نيوز واللي حط مصر إن هي 5 أفضل وجهة سياحية على مستوى العالم، الموقع ده عايز أقول لكم إن هو سلط الضوء على عدد من المقومات والأنشطة السياحية في المقصد السياحي المصري، منها مثلا الأيقونة الفريدة من نوعها اللي مش موجود زيها في العالم، أهرامات الجيزة. أهرامات الجيزة العظيمة هي الوحيدة المتبقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم. سلط الضوء أيضاً على المتحف المصري الكبير اللي كلمت حضراتكم عليه واللي هيتم افتتاحه واللي هيشهد نوع كبير جداً من الإبهار المتحفي. إحنا متحفنا زي ما بيقولوا كده يعني كانت قديمة شوية، كانت أولد سكول. النهاردة المتحف ده عامل يعني أشكال، استخدم كل التكنولوجيا الموجودة في العالم عشان يبهر العالم بعظمة وحضارة المصريين. منها أيضاً القاهرة التاريخية، الفسطاط العظيم، خان الخليلي. بتكلم عن حي أو بتكلم عن مكان يعني قعد لمدة طويلة جداً هو اللي بيحكم المنطقة، مش بيحكم بس مصر. منها أيضاً الرحلات النيلية ما بين الأقصر وأسوان، ودي طبعاً حاجة بتنفرد بها مصر في شتاء ربما يعاني منه العالم كثيراً. صحيح، الحقيقة أنه الشتاء دي على وجه التحديد شتاء 2023 فرصة سياحية كبيرة لبلدنا، لأنه موسم الشتاء طبعاً زي ما حضراتكم سامعين السنة دي مختلف. عندنا أزمات طاقة في دول كتير أوروبية، تغيرات مناخية، وعلشان كده بنشوف الإقبال السياحي الكبير اللي حاصل هذا الشتاء، لأنه معظم الناس تفضل هذه الأجواء الشتوية في مصر. يمكن الغردقة ما شاء الله مليانة سياح، وبيكلموا طول الوقت عن إحنا في شهر واحد والشمس بالشكل ده والجو بالشكل ده. شرم الشيخ أيضا، الأقصر وأسوان، الحقيقة عندنا مقاصد سياحية عظيمة، ويعني جو أو أجواء شتوية رائعة ما أعتقدش أنها موجودة في أي بلد في العالم. أنا محتاج أن إحنا كمصريين نتكاتف في وقت زي ده. يعني الكلام موجه لكل العاملين في مهنة السياحة، من أول سواء التاكسي للراجل اللي بيعمل الشرط، كل الناس دي لازم تعرف أن عندها سيزون مهم جدا. مصر دولة عندها مقومات ربما إحنا قبل كده ما قدرناش نفعلها، لكن
الظرف الدولي الكبير حطينا في حتة مهمة جدا، وهي ان بقينا دلوقتي مقصد، لان احنا يعني الطقس عندنا دافئ وعندنا اثار وعندنا سياحة شاطئية، فبالتأكيد من جانب الدولة شغالة على حملات ترويجية في الخارج عشان تجذب اعلى معدلات سياحية، ده غير ايضا ان في اقبال ايضا من السياحة الداخلية على المنتجعات والمناطق السياحية والأثرية في مصر. علشان كده كل التقديمة اللي احنا قلناها حضراتكم دي يعني بناء عليها هنسأل حضراتكم، وده سؤالنا التفاعلي اللي عايزكم طول الوقت تتكلمونا عنه وحنناقشه أنا وهدير طوال وقت الحلقة. إيه أفضل مكان زرته في مصر ونفسك تزوره مرة تانية؟ ما هي المدينة اللي زرتها قبل كده ونفس حضرتك أو حضرتك تزوريها مرة تانية؟ إيه هي يا هدير؟ النوبة بإذن الله، لأنه أنا بحب النوبة، بحب أسوان وأهل أسوان ووشوش أهل أسوان وذوق وطيبة وجدعانة أهل أسوان، ناس طيبة قوي، والوجود هناك مريح نفسيا جدا جدا. الأرض غالية علينا جدا، النوبة وأسوان وناسها، برتاح نفسيا هناك وبحبها، وأعتقد يعني رحتها يمكن 5 مرات وممكن أروح تاني. أنا نفس الإجابة، وممكن أزود عليها دهب، الاتنين فيهم نوع من أنواع التسامح النفسي. يعني الناس جميلة على فكرة، السلوك حتى بان على الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة لو أنت في مصر هتلاقيها بتجري، هي مرعوبة من البني آدمين. في دهب أو في النوبة بتلاقيهم مسالمين تماما، ده بينعكس على سلوك الناس اللي موجود. على أي حال الطبيعة الخلابة كمان جزء كبير من ارتياحك طبعا للمكان النفسي طبعا. ويمكن بقى مؤخرا مشهور جدا ان السياح ما يجوش بس القاهره، لا يروحوا دهب ويروحوا يقعدوا كده في جنوب سيناء فتره كبيره، بيتبسطوا جدا 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 بهذه الزياره، وترجع الناس كلها تحكي عن اللي شافته. صحيح، انا بتكلم على الانسان كمان في النوبه. لو بنتكلم على دهب، الانسان في النوبه انسان جميل، يعني متصالح طبعا مع نفسه جدا، ما عندوش اي مشاكل ولا عقد، عايش يومه كده بيومه، وراجل كده يعني ايه رايق البال زي ما بيقولوا. فأهلينا في النوبة ليهم مننا كل الحب والتقدير، والمصريين كلهم فعلا بيحبوا في الشتاء تحديدا يذهبوا إليهم كمقصد سياحي، والعالم كله أيضا بيروح لهذا المكان عشان يستمتع بأجواء مشمسة ودافئة. طيب احنا بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وزي ما قلنا لكم سؤال حلقتنا، اكتر مكان زرته في مصر وتحب تزوره تاني وتنصح الناس انها تروح تزوره، ده سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر، منتظرين اجابات حضراتكم معانا على مدار الحلقه. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر. وزي ما بنصبح على حضراتكم مرة تانية، بنصبح برضو على زميلتنا منى الشرقاوي اللي هنروح حالا نتعرف منها على ايه اخر احوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير عليك يا هدية. صباح الخير يا منى. ايه المكان اللي زرتيه في يعني مصر وتحبي انك تزوريه تاني او تقولي للناس انها تزوريه؟ بصي يا هدير، واحد من انجازاتي اللي انا بعتبر انها من انجازاتنا كلنا في صباح الخير يا مصر يمكن في 2022 كان ملف المحافظات. احنا انفردنا، يمكن احنا البرنامج الصباحي الوحيد اللي كلنا كل اسبوع بنطلع حلقه كامله من محافظه من المحافظات. ما اعتقدش ان لو ما كانش اسند ليا الموضوع ده او الملف ده ان انا كنت هقدر اروح يمكن 20 محافظه من ال 29. التارجت بقى بتاعي ان شاء الله في 2023 انا اقفل التسعه تانيين او عديت على ال 29 محافظه. الحقيقي من بعد لما طلعنا منهم من صباح الخير يا مصر وشفنا الاماكن المختلفه وشفنا طباع الناس المختلفه وشفنا بقى وشوش مختلفه وشفنا قد ايه المصريين شبه بعض في تصرفات كتير وفي خصال كتير وبشكل او باخر كلهم قرايب، يعني هتلاقي خط الصعيد ده كلهم بيقولوا على بعض انهم ولاد عم، كلهم بينهم بيربطهم القرابة وإن كلهم بتبقى عائلات متزوجة من بعض. فإحنا شفنا حاجات مختلفة جدا في الصعيد، شفت أماكن ما كنتش أعتقد أن أنا هروحها خالص، وشفت أماكن قد إيه مش مشهورة بالنسبة لنا في القاهرة ولكن قد إيه بكر وفيها وسائل كتير جدا نقدر ندعمها أكتر ونقدر نجتذب سياحة أكتر. يعني إحنا بنتكلم دايما عن زي ما كان مصطفى في بداية الحلقة بيتكلم عن الآثار والمتاحف، إحنا في أماكن يمكن تكون مش طبعا معروفة يعني لكن مش هي الوجهة السياحية الأولى بالنسبة لناس كتير. يعني على سبيل المثال لما رحت معبد دندرة وشفت الألوان كأنها لسه مرسومة دلوقتي حالا، يعني درجة زهاء الألوان، اللون الأخضر وهو باين جدا أنه أخضر وكأنه لون زرع فعلا، اللون الأزرق وكأنه لون سما فعلا، يعني في حاجات واضحة جدا. لكن لو بنتكلم عن أماكن ساحلية، أنا بحب الأماكن اللي ممكن تكون معليهاش زحمة قوي، الناس بتقبل قوي على الغردقة، أنا بحب
احب امشي شويه كمان جوه بدخل عند سفاجه منطقه بكر وقد ايه فيها رفاهيه برضو وفيها اماكن كتير يمكن الناس مش بتبقى عارفه عنها حاجات كتير. خلينا نروح مع بعض ونلف مع بعض ونكمل كمان ان شاء الله ملفنا في صباح الخير يا مصر الخاص بالمحافظات وهناخدكم فيه. لكن دلوقتي خلينا نروح دلوقتي نعرف اماكن مختلفه واحوال المرور في اماكن مختلفه من مصر. هنبتدي على طول جولتنا مع بعض زي ما احنا متعودين من محافظة القاهرة ونشوف مع بعض كوبري أكتوبر. احنا شايفين قدامنا كوبري أكتوبر، احنا شايفين كثافات مرورية بسيطة جدا مش مؤثرة على معدل الحركة. لو مشينا كده على كوبري أكتوبر وتابعنا لغاية ما بنوصل لرمسيس هنلاقي فيه سيولة مرورية، لو بصينا عند نزلة غمرة مش هنلاقي فيه أي مشاكل، هتكمل معنا السيولة المرورية لغاية نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس احنا شايفين في كثافات بسيطة مش مؤثرة أبدا في امتداد الشارع، هتكمل معنا السيولة دي لغاية طريق النصر. لو بصينا عند كوبري 15 مايو احنا شايفين في اتجاه المهندسين من بعض الكثافات المرورية، واحنا عارفين ان دي بتكون ناتجة عن بعض التحويلات اللي موجودة علشان اعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع احمد عرابي. لكن الاتجاه الثاني للي جاي من ميدان لبنان في سيولة مرورية وما عندناش اي مشاكل في هذه المنطقة برضه. لو بصينا بقى من عند نزلة كوبري أكتوبر احنا شايفين سيولة مرورية لغاية الزاوية الحمراء، وهنا عندنا بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. لو طلعنا عند الأوتوستراد هنلاقي سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم. أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين ومتعودين بقالنا فترة انه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. خلينا نروح الجيزة مع بعض ونشوف أحوال شوارع الجيزة. شارع الهرم اللي احنا عارفين انه اكيد هيكون فيه كثافات مرورية، بالفعل احنا شايفين كثافات مرورية في الشارع في الاتجاهين. المسافة اللي بتوصل ل 500 متر المغلقة اللي احنا عارفين مكانها بسبب انشاء خط مترو الرابع، الكثافات هتزيد مع ساعات الذروة. وكمان لو بصينا على باقي شارع الهرم احنا عارفين برضو ان هيبقى فيه تباطؤ في حركة السيارات، وده بسبب الغلق الطريق اللي افتقطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. هنلاقي كمان عندنا هنا كثافات بتظهر في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين ولغاية الطلبية وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدنية. لو بصينا هنا عند شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة هتبتدي من محطة المريوطية وهتكمل معنا لغاية كوبري فيصل، وكمان هنلاقي كثافات تانية عند شارع السودان اللي بيوصلنا لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وهنكمل فيه لغاية مناطق بولاق وإمبابة، كل ده هيبقى فيه كثافات مرورية. ولو بصينا على محور صفط اللبن هنلاقي فيه الكثافات المرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة بطبيعة الحال بسبب وجود الامتحانات. كمان ناخد بالنا ان في غلق في الطريق الدائري للي جاي من اكتوبر والاتجاه الاجباري هيكون لنفق حازم حسن، منه هنتجه لمحور 26 يوليو او لرود الفرج، وعندنا ميدان سفنكس برضو تم فتحه تجريبيا للمتجه لشارع احمد عرابي. لكن عمليات توسعه كوبري 15 مايو هتبقى لسه مستمره وهتسبب بعض الكثافات المروريه. خلينا بقى نتحول لمحافظة الإسكندرية ونشوف داخل المدينة إيه الوضع. إحنا شايفين داخل المدينة كثافات بسيطة موجودة عند شارع خالد ابن الوديد من منطقة ميامي، وكمان هنلاقي كثافات تانية في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. لو بصينا بقى عند الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية، وده اللي بننصح بيه ان احنا ناخد الشوارع الجانبية. لكن لو بصينا عند شارع جمال عبد الناصر هنلاقي كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب. برضو لو بصينا عند شارع عبد السلام عارف هنلاقي كثافات مرورية، لكن الكثافات دي متحركة وغير مؤثرة. خلينا بقى نروح لأسوان اللي أجمع الناس ان هم عايزين يروحوها النهاردة سواء كان هدير أو مصطفى. عندنا مدينة أسوان بنتابع فيها الحالة المرورية وشارع السادات لغاية ما بنوصل المسلة احنا شايفين فيه سيولة مرورية ما فيهوش أي مشاكل، وهنلاحظ بعض الكثافات البسيطة لغاية ما بنوصل لمحطة القطار اللي الطريق ليها أكيد هيكون بيشهد بعض الكثافات المرورية. كمان لو بصينا عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي هنلاقي بعض الكثافات المرورية.
اجمالا احنا ما عندناش حاجه غير معتاده هذا اليوم، الطريق كله كويس جدا ان شاء الله، وان شاء الله يكمل معانا لاخر اليوم بهذه السيوله. خلينا على طول نرجع لهدير ومصطفى ونقول لهم صباح الخير. صباح الخير، اتفضل. شكرا ليك يا بنت. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بكل تاكيد هتهم حضراتكم وتهمكم انكم تسمعوها. نبدا مع حضراتكم بالاخبار اللي حصلت امبارح. يمكن ابرز هذه الاخبار هو الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه منظومه الامن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائيه الاساسيه على مستوى الجمهوريه، ايضا متابعه سيادته لتطوير منظومه الصادرات الزراعيه المصريه. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. تفاصيل كتير هنشوفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكمان مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح. امبارح برضو عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تابع فيه تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ووجه بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري بجودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لأي مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحاصيل الزراعية المصرية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور المبادرة الرئاسية في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال مشاركتهم في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية اللي بيتم إقامتها في إطار المبادرة. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها تخصيص 7 أفدنة لإقامة مركز طبي في مدينة أشمون في محافظة المنوفية، منها أيضا تسليم 30 دراجة هوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين في محافظة أسيوط، ومنها ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب لوجوس هوب الرئيسية في ميناء بورسعيد إلى 32,000 زائر. وأخبار تانية كتير من باقي المحافظات هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي أعلن فيها الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إنه هيتم خلال عامين افتتاح مستشفى طوارئ الجامعة الجديد. في المنوفية تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 7 أفدنة بمدينة أشمون لإقامة وإنشاء مركز طبي متكامل وإدارة طبية تخدم أهالي قرى مركز ومدينة أشمون والقرى المجاورة. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كفور البهيتة مركز ميت غمر، القافلة أجرت الكشف الطبي على 1944 مريض بتقديم الخدمات العلاجية ليهم بالمجان. في البحيرة أعلن المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة الانتهاء من أعمال رصف طريقين وجاري الانتهاء من أعمال 6 طرق أخرى بتكلفة 60,572,000 جنيه. في المنيا أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية طحا بمركز سمنلوط، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة بتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، البطنة، الجلدية، القلب والصدر. في بورسعيد ارتفع عدد زائري سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد السياحي ل 32,000 زائر لحد دلوقتي بخلاف الأطفال وكبار السن، وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن سفينة الكتب استقبلت زائرين من كل المحافظات وفي ترتيبات تنظيمية وأمنية على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين.
في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية زيادة عدد العيادات المسائية اللي تم بدء تشغيلها في نوفمبر 2022 ل 53 عيادة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة. في أسيوط سلم المحافظ اللواء عصام سعد 30 دراجة هوائية إلى أبناء وأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق بين الشباب والرياضة وجمعية المحاربين القدماء، وده في إطار مبادرة دراجتك صحتك للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة تساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية. ولكل مشاهدينا اللي مستنيين يعرفوا جولتنا النهارده في احوال الطقس، هنقول لهم دلوقتي حالا الطقس النهارده هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد ولغايه شمال الصعيد، وهنلاقي شبوره مائيه الصبح على بعض المناطق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون في امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه في المساء على السواحل الشماليه الغربيه. درجه الحراره النهارده في القاهره 19 درجه، اعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 25 درجه، والاقل هتكون في كاترين 15 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل. تصبح على حضراتكم مره ثانيه، والنهارده سؤال حلقتنا ايه المكان اللي زرته في مصر وتحب تزوره ثاني او تنصح الناس انها تروح وتزوره؟ خلينا نبتدي ناخد تعليقات الناس، وتعليقات كتيره الحقيقه. محمد عمير بيقول سيوه ومرسى علم. هبه سعيد بتتكلم عن ان مرسى مطروح اكتر بلد شافتها ونفسها ترجع تعيش فيها، وطبعا مرسى مطروح بلد عظيمه جدا، المياه الفيروزيه زي ما بيقول. طيب سهام كمان بتقول انا احب ازور الأقصر وأسوان. الأقصر وأسوان طبعا مكان عظيم. في حساب باسم فنان كوميدي بيقول ان هو بيتكلم على محافظة الشرقية، بيقول ان الشرقية من اجمل الاماكن، وبيقول مش عشان ان هو يعني منها يعني ان هو بيتمنى يعيش فيها. والله ده احساس جميل جدا جدا جدا. طيب كمان علي العميري بيقول اجمل مكان من اماكن زرتها الاهرامات وبرج القاهرة والمتحف المصري، واتمنى زيارتهم مره ثانيه في المستقبل باذن الله. السيد عيسى بيتكلم وبيقول الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، وبيعتبر ان هو افضل مكان من حيث الجمال والهدوء والسكينه. اسكندريه كمان في الشتاء ليها طابع مختلف ومميز وساحر جدا. صحيح جدا. اجواء اوروبيه. مريم صبري بتقول اسوان طبعا. سيد محمد بيقول الاهرامات، اسكندريه، المتحف، التحرير، القلعه، هو حبب مصر كلها الاستاذ سيد. طيب حساب باسم ابو حبيبه رمضان بيقول انا من اسماعيليه، واحلى مكان زرته وبعشقه هي محافظه اسكندريه، بحب شعبها، رجاله جدعان، وبحس ان هم يعني فيهم كده يعني ريحه من عبق التاريخ واليود اللي طالع من البحر. الله، ده كله بيقول كده برضه. باسم محمد، اسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، يعني في اتفاق على الموضوع ان هي من افضل الاماكن اللي الواحد زارها وعايز يعيش فيها طول الوقت. طيب إيناس بتقول أنا الاسم بس من مصر لكن عمري ما دخلتها أصلا ولا شفت اللي فيها، وحزينة جدا، إن شاء الله قريب تزوري بلدك. إبراهيم بسيوني بيقول اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تاني. طيب محمد حسني كمان بيقول اسكندرية، وبيقول هي من أجمل المدن، ويعني بيدعو كل الناس لزيارتها. جيهان المصري بتقول أنا بصبح عليكم من الإسماعيلية، أجمل أماكن بحب أزورها الحسين، المتحف المصري، الأهرامات، إسكندرية، مطروح، وحاجات كتير ما شاء الله جيهان يعني. طيب صوفيا أبو هيبة بتقول أنه في أماكن كتير في بلدنا بتستمتع بالجو الدافي، بتتكلم على أسوان، أتمنى تزوروها وتستمتعوا بيها، هي من أسوان. يعني تحية كبيرة لكل أهل أسوان الجمال الطيبين اللي بيحببونا أكتر في البلد. بتتكلم عن الجو الدافي، وهي بقى بتتمنى تزور جنوب سيناء ودير سانت كاترين، ويعني عايزة تلف مصر كلها. علاء هارون بيتكلم إن أفضل أماكن راحها ونفسه يروحها تاني شرم الشيخ والغردقة والعلمين. طيب محمود ابو فارج بيقول الصراحه رحت الغردقه انا واولادي وزوجتي وكانت احلى فسحه في عمري، يا رب تتكرر تاني. محمد اسامه بيقول القلعه والحسين وخان الخليلي. طيب غاده بتقول شرم الشيخ جنه ربنا في الارض بجد تحفه، زرتها اكتر من 30 مره والغردقه حوالي 15 مره ودهب تحفه بس رحتها مره واحده، ان شاء الله اروح تاني. نسمه رفعت بتقول شرم الشيخ احب اروحها تاني وتاني.
خالد جمال بيقول القلعة والحسين وحديقة الحيوان. سحر محمد علي الأسكندرية صيف وشتاء من أجمل الأماكن ونفسها تعيش فيها مرة تانية. محمد ربيع بيقول أسوان والنوبة بلد السحر والجمال. يعني بصي بشكل عام احنا شايفين ان في خمس ست حتت كده عليهم اجماع من الجميع. ايوه الله ينور عليك. اسكندريه، نوبة، الاقصر واسوان، النوبه، دهب كمان، سينا بشكل عام. يعني مش عايز اظلم حاجه، في ناس قالت دهب، في ناس قالت شرم، والعلمين ومرسى مطروح طبعا. يعني هو انت لو وزعتهم على الخريطه هتلاقي في الشرق كده في شويه حاجات، في النص كده في اسكندريه ومطروح، وفي الجنوب في الاقصر واسوان. على فكره السيرفي ده جميل وطالع من القلب، ويعني الناس اتكلمت بمنتهى الاريحيه، فواضح ان دي من اجمل الاماكن فعلا فعلا في مصر، للواحد زارها مره بس هدير ونفسه يرجع يزورها مره ثاني وثالث ويعيش فيها مده طويله. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل، نرجع بعد نكمل فقراتنا، خليكم دايما معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عندنا ماتشات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ربما هتشهد عدد كبير من المباريات. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع مرة تانية لحضراتكم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجمع البحوث الإسلامية هينظم الندوة الشهرية الرابعة حول النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية ندوة عن فارس الأغنية مرسي جميل عزيز، وده ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا. الندوة هتتناول مشوار الراحل الكبير مرسي جميل عزيز والمحطات المضيئة في رحلته الفنية وأهم أعماله اللي تعاون خلالها مع كبار المطربين والملحنين. بالنسبة لماتشات الدوري المصري النهاردة، في أربع مباريات قوية في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة. هيلتقي الداخلية مع البنك الأهلي الساعة 3:15، وفي نفس التوقيت بيلتقي سموحة مع طلائع الجيش، وفي 7 مساء هيلتقي كل من فيوتشر مع بيراميدز والزمالك مع الاتحاد السكندري. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد ولغاية شمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، والنهاردة هنلاقي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، وهنلاقي كمان أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في المساء على السواحل الشمالية الغربية. تفاصيل أكتر هنعرفها عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة منار، إيه المناطق اللي هنتوقع النهاردة نلاقي فيها شبورة، وإيه المناطق اللي هنتوقع نلاقي فيها أمطار؟ هو احنا طبعا اليوم مكملين في التحسن في الاحوال الجويه ده خلال فترات النهار، ومع التحسن ده بتتكون شبوره مائيه كثيفه خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى محافظات شمال الصعيد، طبعا الطرق المؤديه من والى مدن القناه وسط سيناء والقاهره الكبرى. الشبوره المائيه دي كثيفه على الطرق دي وهتؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه. معاد تلاشي الشبوره المائيه بيكون دايما مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 8 9 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشى من على اغلب الطرق، تبدا معاها الرؤيه تتحسن. بالاضافه كمان ان احنا اليوم خلال فتره النهار في استقرار في الاحوال الجويه، زياده فترات سطوع اشعه الشمس على اغلب الانحاء، فالطقس خلال فتره النهار هيكون طقس لطيف جدا على اغلب المناطق خاصه المناطق الشماليه، معتدل على المناطق الجنوبيه. لكن مع فترات المساء هنبدا نتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط هيأثر بامطار على المناطق الساحليه من الجهه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، والامطار هتبدا امطار خفيفه مع تقدم ساعات المساء، ممكن الامطار على السواحل الغربيه تكون امطار متوسطه، مع حركه المنخفض الجوي من الغرب للشرق ممكن المناطق الداخليه تتعرض خلال فترات الليل المتاخر وصباح يوم الخميس لسقوط امطار، المناطق الداخليه يعني محافظات الوجه البحري، لان احنا متوقعين
ان يوم الخميس خلال فتره الصباح ساعات الليل المتاخره من يوم الاربعاء يكون في فرص امطار متوسطه وقد تكون رعديه على سواحلنا الشماليه وبعض المناطق من محافظات. هل ممكن تاثر على حركه الملاحه او ممكن تعطل اي نشاط من الانشطه اليوميه الطبيعيه؟ هيكون مع يوم الخميس لان احنا هيبقى في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده طبعا هيؤدي لارتفاع الامواج على مسطح البحر المتوسط، فبالتالي ممكن يؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه خاصه على البحر المتوسط، لكن البحر الاحمر هيكون معتدل تماما ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ان شاء الله. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبتدي مع بعض بطبيعة الحال من القاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 19-10، الإسكندرية 19-12، العلمين الجديدة 20-11، مطروح 19-11، دمياط 20-13، بورسعيد 19-13، والإسماعيلية 19-11. السويس العظمى فيها 19 والصغرى 11، العريش 19-10، كاترين 15-3، طابة 20-12، حلايب 22-15، شلاتين 25-15، شرم الشيخ معانا 23-14، والغردقة 23-13. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 19-9، الوادي الجديد 22-7، أسيوط 20-8، سوهاج 21-9، قنا 21-9، الأقصر 22-8، أما أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 9. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم درجات الحرارة. نرجع على طول لمصطفى وهدين نكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا أمان. حقيقة كلنا بقينا بنشوف الاهتمام الكبير بذوي الهمم في كل المجالات، لو بنتكلم عن التعليم والمجالات الثقافية والمجالات الرياضية، خصوصا الحقيقة أنهم دايما بيثبتوا أنهم ذوي القدرات الكبيرة جدا جدا، بيقدروا يحققوا نتائج مبهرة للجميع، عندهم أحلام بتقابلهم تحديات، لكن الحقيقة أنه في النهاية بيقدروا يوصلوا ويحققوا أحلامهم دي. النهاردة معنا في الحلقة نموذج لباحث مصري من ذوي البصيرة استطاع أنه يتفوق ويحصل على درجة الماجستير في جامعة سوهاج. رسالته كان عنوانها أحكام العبادات المتعلقة بذوي الهمم، وهو الباحث أحمد كامل، هو دلوقتي موجود معنا على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم، ويعني مبروك الرسالة، وعايز أعرف ليه اخترت الموضوع ده على وجه التحديد علشان تناقشوا فيه الرسالة. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك يا استاذه هدير، وازي حضرتك يا استاذ مصطفى، واهلا باسره صباح الخير يا مصر. اهلا واهلا بالساده المشاهدين جميعا. هو العنوان المقاصد الشرعيه لاحكام العبادات المتعلقه بذوي الاحتياجات الخاصه. العنوان نابع من يعني عشان انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، فحبيت ان انا اختار الموضوع ده، وكان بترشيح من دكتور محمود فراج من قسم الدراسات الاسلاميه. صراحة يعني هو اللي اقترح العنوان ده، بصراحة يعني بشكره من خلالكم، وبشكر جميع القسم الدراسات الإسلامية وجامعة سوهاج وكلية الآداب، بشكر رئيس الجامعة على اهتمامه، رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، وبشكر نائب الرئيس صراحة، وبشكر لجنة الإشراف ولجنة المناقشة. صحيح. عايزين نعرف منك يعني بدأت تجهز ليها هذه الرسالة من إمتى؟ وهل في مناسبة كانت يعني ليها علاقة باختيار الرسالة دي تحديدا؟ والله يعني أنا بعد ما خلصت تمهيدي ماجستير بدأت أجهز الموضوع ده، بصراحة يعني حبيت إن أنا أربطه بالتخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة في العبادات. بس والله يعني بدأت أجهز من خلال كده، يعني اجتهدت والحمد لله، يعني الموضوع ما خدش الرساله ما خدتش غير سنه بس. كويس جدا. طب الحقيقه انه اكتر حاجه بتوقف الناس في النص هي التحديات، تخليهم ما يكملوش. ايه التحديات اللي واجهت حضرتك وازاي تغلبت عليها؟ والله يعني اكتر حاجه تحديات اللي هي يعني مثلا المراجع، معظم المراجع او الابحاث كلها بي دي اف صور، الواحد ما يعني مش هيعرف يقراها طبعا عشان كفيف، لكن في دلوقتي برامج التقنيه المساعده بتساعد الكلام ده، يعني بتحول من بي دي اف الوورد. الوورد بالنسبه لنا في برامج ناطق بتساعد بتقراها يعني. طيب بصفتك احد
يعني الباحثين من ذوي الهمم ومن ذوي البصيرة اللي قدروا ان هم ياخدوا ماجستير، ودي حاجة مش كتيرة واحنا عارفين كده. بتنصح ايه من اقرانك؟ بتقول لهم ايه يعني؟ مش بس على المستوى النفسي، كمان على مستوى الفاسيليتيز او يعني زي برامج البي دي اف اللي حضرتك قلتها، زي تقول ايه؟ يعني بقول لهم مفيش مستحيل، يعني كل حاجة بسيطة وسهلة، بس أهم حاجة الواحد يكون عنده عزيمة وعنده همة، وكل حاجة إن شاء الله هتيجي. يعني والله الموضوع يعني بسيط خالص، بس أهم حاجة الواحد يكون عنده اهتمام. أهم حاجة يعني يكون مفيش مستحيل معاه خالص، ومفيش ما تخليش حاجة توقفه خالص. طب بالنسبة للتسهيلات التكنولوجية اللي دلوقتي متقدمة وما كانتش متقدمة قبل كده، توصفها ازاي؟ التسهيلات التكنولوجية يا أستاذ أحمد. يعني هو يعني ممكن انا بقول لك في برنامج اسمه الانفيجن، وفي برنامج اسمه انستنيدر، ده برنامج كويس خالص بيحول المراجع من بي دي اف الوورد يعني صراحه. طيب عايز اسال حضرتك عن الخطوه الجايه، هل انت مثلا بتفكر انك تحضر دكتوراه؟ فكرت في مواضيع ما لو فعلا هتحضر؟ والله يعني اولا يعني ان شاء الله بس ربنا يكرمنا ان شاء الله فرصه شغل، يعني نداء عاجل للسيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسادة المسؤولين، يعني يا ريت يكون في فرصة شغل. يعني معلش هو عايزين نستفيد برضو الواحد عشان يجي يعني يشتغل، وبعد كده ان شاء الله. بس انا الهدف الرئيسي طبعا ان انا اقدم دكتوراه، طبعا ان شاء الله اسجل في الدكتوراه باذن الله، يعني اخلص اجراءات المنح في حياه حضرتك، يعني منح الماجستير ده اجراءات روتينيه بس، وبعد كده ان شاء الله اسجل دكتوراه باذن الله على طول، يعني دايما خلاص ما فيش وقت. يعني بكل تأكيد كمان البلد تستفيد من خبرات حضراتكم. يا رب يا رب إن شاء الله. وبكرر ثاني بشكر لجنة الإشراف ولجنة المناقشة الدكتور خالد فؤاد، بشكره شكرا جزيلا، وبشكر الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم، بشكر الدكتور أمل عوض والدكتور إبراهيم رشاد صبري، وبشكر كل يعني كل من ساهم وكل من أحاطني برعايته، بشكر أمي وأبويا وإخواتي، بشكرهم والله شكرا جزيلا، وجزاهم الله عني خير الجزاء يعني صراحة. صحيح صحيح، شكرا لك الباحث أحمد كامل، نورتنا وشرفتنا، وبالتأكيد بنضم صوتنا لصوتك لو أحمد بيحتاج وظيفة، وإحنا يعني اتكلمنا في حاجة زي كده على الهواء مفيش أي مشاكل. لو أحمد عنده فعلا سمات تختلف عن الآخرين فإحنا نستفيد من ده ونطوره ونكبره، واعتقد ان ده شيء مناسب. مهم جدا مساله كمان الاهتمام الاسري بذوي الاحتياجات الخاصه، لانه ده بيفرق جدا. اي حد فيهم بينجح وبيوصل لحلم دايما تلاقيه بيتكلم عن والدته وعن والده وعن اخواته، الناس اللي وقفت جنبه وساندته وساعدته ان هو يقدر يحقق حلمه. فلكل اهالينا اللي عندهم طفل من ذوي القدرات الخاصه لازم تهتم بيهم، ما اعتقدش خلاص ان لسه في حد بيخبيهم او بيخجل منهم او مش بيعرف يتعامل، لانه بقى في مؤسسات في الدوله بتهتم بذوي القدرات الخاصه، تهتم بتاهيلهم بدمجهم. صحيح. بانهم ياخدوا حقهم الطبيعي في الحياه ونشوفهم منفخر بيهم. عدد الاسر دي كام كمان؟ يعني اخر احصائيه بتقول من 12 ل 15 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر. تخيلي اهاليهم قد ايه؟ يعني شوفي حضرتك رأيك الرقم ده بقى في كم اخ، في كم اب، في كم ام، في كم. فلا نسبه كبيره جدا لو من 15، لو 15 مليون، يعني لو احنا قلنا ان احنا مثلا 100 مليون، يعني 15% من الشعب المصري ده هم من ذوي الاعاقه، تخيل الاهل دول على قد ايه. على اي حال خلينا نروح لملف تاني. ومن كام يوم وتحديدا يوم 4 يناير الماضي رست السفينه لوجوس هوب المعروفه باسم المكتبه العائمه في محافظه بورسعيد. هذه السفينة بتعمل زيارة لهذه المدينة الباسلة لغاية يوم 23 يناير، هتستقبل روادها بالعروض الفنية الثقافية المختلفة باعتبارها صنفت بأنها منارة للعلم في العالم أجمع. هذه السفينة بتحمل على متنها أكثر من 10,000 كتاب من مختلف ألوان الفنون والكتب. خلينا نتابع جولة لبرنامج صباح الخير يا مصر تم داخل هذه المكتبة العائمة، ونرجع نكمل فقراتنا معكم. واحدة من أكبر المكاتب العائمة في العالم رست منذ أيام بميناء غرب بورسعيد السفينة الألمانية لوجوس هوب اللي بتعد معرض عائم للكتاب بتشمل مجموعة موسعة من الكتب. احنا سجلين دلوقتي بس كان طبق أول، يعني السفينة كشكل وكبتها متنظيم كويس،
هو احنا سمعنا عنها في الاول، كانت نزل كذا كلام عنها يعني، وانها بقالها كتير ما جاتش مصر، ودي تقريبا اول مره من 15 سنه تقريبا او اكتر، فكانت تجربه حلوه ان احنا نيجي نشوفها يعني وكده. هو التنظيم والمكان شكله كويس، وبتدي حتى احاء مثلا بثقافات، تنوع ثقافات وكده. هو انا كنت متخيله ان في كتب اكتر من كده عربي، بس العربي مش كتير قوي يعني، بس هي فكره كويسه يعني، موجوده في بورسعيد برضو عامل رواج كده يعني. الفكره بتاعت السفينه من ضمن الافكار الواحد بينتظرها كل تقريبا 10 12 سنه، كنت هنا من 10 سنين تقريبا، وكنت مشتاق للحظه الثانيه، مش عارف هتتكرر ولا مش هتتكرر بصراحه. الواحد بيحس بوجود العالم كله حواليه في مكان واحد في وقت واحد. اي نعم انا من اسكندريه، وعندي مكتبة اسكندرية من ضمن أكبر مكاتب على مستوى العالم برضو، وبتمثل حضارات كثيرة اسكندرية، بس كون أنت تلاقي المكان ده كله في, 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 مركب في مركب أو سفينة متنقلة بتجول العالم وتجيلك في يوم من الأيام جنب منك في مصر، وخصوصا في محافظة بورسعيد، فده بالنسبة لنا كان من ضمن الأحداث التاريخية اللي احنا دايما منتظرها كل عشرات السنين، ويعلم هنقدر نشوفها تاني المرة بعد 10 سنين ولا مش هنشوفها تاني. بس بالنسبة لي كان حدث تاريخي في انتظاره بقالي سنين كثيرة جدا جدا جدا. السفينة هي أكبر مكتبة بحرية متنقلة في العالم، على ظهرها متطوعين من مختلف دول العالم رست على ميناء بورسعيد، وبتتواجد حتى يوم 23 يناير الجاري، وبيتم فتح المركب للزائرين من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء، وبتستقبل السفينة الزائرين جميع أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد. الفكرة طبعا عظيمة لأنها ضمت جميع كتب مش موجودة مثلا في أي محافظة تانية، وكمان في ناس بتيجي من بره بورسعيد بتشوف الكتب اللي هي عايزاها، وطبعا دي حاجه حلوه برضو لبورسعيد، لان يعني بورسعيد مدينه هاديه، فده زود عندنا الدخل وزود عندنا السياحه، وبورسعيد عرفت اكتر. هي حلوه جدا، انا اصلا جيتها قبل كده بس كنت صغيره، فيعني مش فاكره تفاصيل، بس فاكره المكتبه، فاكره الحاجات دي كلها. هي فيها كل الثقافات، بتضم كل الثقافات، تنقل ثقافات للعالم كله من بلد لبلد لبلد. تستهدف السفينة نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة من خلال حوالي 50,000 كتاب في المكتبة، وبتتنقل سنوياً بين عشرات البلدان حول العالم. بدأت لوجوس هوب خدمة السفن العابرة للمحيطات سنة 1970، وزارت أكثر من 480 ميناء مختلف في أكثر من 150 دولة، واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها. بصراحة الفكرة حلوة قوي ان يكون في حاجة مشتركة بين كل الناس، وهي الثقافة والكتب وكده. وفكرة السفينة حلوة قوي عشان خاطر اللي هو اكبر قدر من الناس والدول اللي تستفيد من الحاجات اللي موجودة فيها، وكمان الكتب فيها مختلفة، فيها فروع كتير، طبخ وتعليم، الثقافات مختلفة، اديان مختلفة كده. هي جميلة بصراحة، السفينة حلوة قوي، والنظام بتاعها حلو، وما تعبناش في الدخول يعني، متعاونين جدا، حاجة تجربة حلوة. بتزور السفينة ميناء الدول لعدة أسابيع في كل مرة، وبتفتح الممرات لمئات بل وآلاف الزوار كل يوم، وبتقدم معارض للكتب لأكثر من 6,000 عنوان كتاب، معظمها باللغة الإنجليزية، بما في ذلك العلوم والرياضة والطبخ والفنون واللغات والدين، ما يوفر للعديد من الزوار أول فرصة ليهم على الإطلاق للاختيار بين مجموعة واسعة من المؤلفات عالية الجودة. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر. نروح دلوقتي مع حضراتكم ناخد بعض تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، واللي كان بيقول ايه اكتر الاماكن السياحيه اللي زرتها في مصر وتحب انك تزورها تاني. صحيح، عندنا جنه الله اتكلمت عن الاقصر، قالت انا ما زرتش كل الاماكن الاثريه هناك، لكن نفسي اروح في كل حته فيها. طبعا الاقصر بلد جميل، الاقصر بلدنا، بلد سواح. كمال كامل بيقول اسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، وستظل طبعا. عبد الرحمن أسامة بيقول أنا زرت أماكن كتيرة زي الأهرامات، برج القاهرة، اسكندرية، بس أحسن مكان زرته كان الأقصر، برضه الأقصر كلاكيت تاني مرة. أحمد حامد بيقول صباح الخير والسعادة عليكم، الغردقة حلوة قوي، رحت 4 مرات ونفسي أروح تاني. عظيم جدا. عندنا برضه رفعت كمال بيقول أجمل مكان عشت فيه كان الواحات والوادي الجديد. ده إجابة جديدة خالص، الواحات طبعا عظيمة جدا. طيب كمان سيد العمدة بيقول كل مكان في مصر ليه حكاية، كل قطعة في مصر ليها طابع وريحة وأهل مميزين. صحيح طبعا. أحمد محمود بيقول أنا نفسي أزور الفيوم، وخصوصا مركز يوسف الصديق. طيب سامي النجار بيصبح علينا وبيقول أفضل مكان زرته الحسين.
أميرة العدلي بتقول أجمل بلد زرتها سانت كاترين، إسكندرية، شرم، مطروح، بلدنا أجمل بلد في العالم. صباح الفل عليك يا أميرة. دينا الكيلاني بتقول مطروح وشاطئ عجيبة، وبتقول أنه دي من أفضل الأماكن بالنسبة لها. أنا أهلاوي حساب يعني اسمه كده، بيقول أنا الأقصر، وبيقول أن أنا ما لقيتش حاجة أحسن منها، وأتمنى أن أي حد يروح الأقصر بشكل عام. صحيح، الأقصر وأسوان أكيد من يعني الوجهات السياحية الهامة جدا، سواء لو بنتكلم على السياحة الداخلية أو حتى كمان السواح القادمين من الخارج. بصبح عليكم مرة تانية. وإحنا كده بنعمل سكرول على السوشيال ميديا، لقينا صفحة منتشرة لواحدة من صانعات المحتوى اسمها يوميات روح الفؤاد. روح الفؤاد هي امرأة مصرية بتقدم أكلات ووجبات على طريقة عمل أجدادنا، اللي يعني نفتكر كده كنا بنعمل زمان الأكل إزاي. كنا بنعمله بالبابور، بلمبة الجاز، بمية القلة، الأكل على طريقة وصناعة أجدادنا. مش كده بس، روح الفؤاد بتدي ايضا نصائح لستات البيوت المصريات ان هم ازاي يعملوا اكلات بسيطه غير مكلفه، وفي نفس الوقت يبقى فيها الصنعه المصريه القديمه. ايه حكايه صانعه المحتوى روح الفؤاد؟ ده اللي هنعرفه منها دلوقتي من خلال اتصالنا التليفوني معاها. صباح الخير يا استاذه روح الفؤاد، ومنورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذ عزيز، صباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيكي، وخليني ابدا معاكي من كان اكتر فيديو السنه اللي فاتت منتشر على اليوتيوب وكان واخد رانك عالي جدا، كان لامراه بتطبخ بالطريقه الهنديه، كان واخد اعلى مشاهده بالمناسبه السنه اللي فاتت، وكان اليوتيوب اتكلموا عنه. احنا يعني احنا لا نخترع العجل، احنا بنرجع لاجدادنا. فعايز اسالك ايه الدافع اللي خلاكي تقدمي محتوى جديد عن الطبخ، الطريقة القديمة للطبخ، بعيدا بقى عن الميكروويف وعن الفرن وعن وعن، احنا بنتكلم في الادوات التقليدية المصرية القديمة. انا طبعا بتكلم عن التراث القديم، واللي خلاني اعمل المحتوى دوت هو حبي في التراث القديم، حبي في الاكلات البسيطة. انا بحب البساطة والجمال، وكمان في نفس الوقت المحتوى بتاعي مبني على البساطة والجمال، البساطة والجمال في الأواني اللي أنا بستخدمها في الحاجات اللي غير مكلفة رغم تطور التكنولوجيا. طبعا بس احنا بنحاول نستخدم حاجات بسيطة جدا اللي تربينا عليها واللي كان عليها أجدادنا وطلعنا لقيناها. فبحاول ان انا اقدم محتوى او اقدم حاجة لست البيت المصرية عن التوفير والتدبير، ازاي توفر وتدبر وتمشي حياتها الاسريه. كمان المحتوى بتاعي قائم على التجمعات الاسريه اللي احنا استقبلناها في الفتره اللي فاتت، التجمع الاسري اثناء الاكل اثناء اللحظات الحلوه. زمان يا استاذ مصطفى كان في تجمعات كده في اوقات معينه، الفطار الغداء العشاء، كل يحط الصينيه وكل يتجمع، كلنا كنا نبقى مع بعض بروحنا واجسادنا وكل حاجه. دلوقتي النقطه ديت افتقدناها كتير، فبحاول ان انا اوصل رساله للمشاهدين والمتابعين عن التجمعات اللي احنا افتقدناها وعلى البساطه والطيبه بتاع زمان. طبعا دلوقتي بقى كتير قوي منتشر الاكل، في خرافات كتير وفي حاجات كتير قوي مكلفه، حاجات كده كلاسيكية زي ما بيقولوا، يعني ممكن دلوقتي أكلة يتحط فيها أكتر من 11 و 12 بهار. طب أمال أنت بتعملي الأكل إزاي يا روح؟ أنت قلتي بتستخدمي طريقة بسيطة. الأول أنا عايزة أعرف الأدوات دي كانت عندك ولا أنت اشتريتيها؟ وهل الطهي بهذه الأدوات بيكسب الأكل طعم ما، يعني الأكلة بتبقى أحلى، ولا الموضوع عامل إزاي؟ أنا عايزة أقول لحضرتك أستاذة هدير إن بجد سر في أجدادنا وأمهاتنا هو كان الأكل بتاعهم. في ناس كتير يقولوا إيه أكل زمان، إحنا كنا نمشي في الحارة نشم الأكل نعرف فلانة عاملة أكل إيه، فلانة عاملة أكل إيه. ده ما كانش فيه سر ولا حاجة، بس هو كان السر في ثلاث مكونات، هما الملح والفلفل الأسود والكمون، هي دي البهارات الأساسية اللي هما كانوا بيستخدموها وكانت بتخلي الأكل. بس يا أستاذة هير، الاكل كل ما كان بسيط كل ما كان طعمه ألذ واحلى. صحيح. كل ما قدرنا ان احنا نستطعمه، يعني نستطعم الاكل ذات نفسه. ايوه
حقيقي السر بيبقى في البساطه. الاكلات الشعبيه دلوقتي بقت حاسه ان هي اتطورت زي ما بيقولوا دلوقتي، حاجات كتير بنحاول ان احنا نقلد دول اوروبيه كتير، دول عربيه كتير. لا، احنا الاكل الشعبي والتراث الشعبي لازم يكون موجود عندنا هنا في مصر. المحتوى دوت طبعا كلنا تربينا عليه، محتوى كويس جدا. الاكل على البخور رغم ان في تطورات كتير ممكن تكون في العصر اللي احنا فيه، بس انا حاولت ان انا اقدم المحتوى من القرن من مثلا منتصف القرن العشرين اللي هو من بدايه الخمسينات او الاربعينات. كنا لعبه الجاز وقت المذاكره، وقت الاكل الطبليه، المقشه اللي احنا بنطبخ بيتنا، نستغنى عن مكنسه، نستغنى عن ثلاجات. زمان ما كانش في حاجه اسمها تخزين اكل لان ما كانش في ثلاجات، فما كناش بنجيب الاكل الصخره، يعني كناش بنجيب الاكل ببهارات كتير قوي ونقعد نشيل ونخزن ونعمل. لا، تنظيم الواحد بيجيب على قد احتياجاته اللي هو محتاجها في اليوم، مش اكتر من كده. صحيح. انا بس عايزك الاول بس ابعدي المايك عن بقك شويه، نزليه شويه عشان الصوت يعني مش واضح. وعايز اسالك عن حاجه مهمه جدا يا استاذه روح، المحتوى ده قريتي فيه ايه؟ قلتي لي انك رجعتي لاكلاتنا في الاربعينات وفي الثلاثينات، هل سالتي حد؟ هل كان في مراجع معينه عايزه تقوليها للناس تستفيد منها؟ هل الطرق التقليديه للتراث المصري محتاجه تتارخ وتتوثق وتتارشف علشان تراثنا ما يضيعش ويذهب؟ لان التاريخ مش تاريخ حكام بس، ده التاريخ حكام ومحكومين واكلات وشعوب و و و وخلاف، وعشان يبقى في الوان مختلفه من هذا الامر. هو طبعا التراث بتاعنا دوت لازم اول حاجه يتورث لابنائنا، لان بيعلمنا حاجات كتير قوي. كمان نقدر ان احنا نوصل من التراث دوت رساله حلوه قوي لابنائنا والاجيال اللي طالعه، ان احنا بنستغنى عن كل حاجه وبنعيش بالرضا والقناعه. يعني القناعه في الاكل، القناعه ان الاكل ده موجود النهارده ممكن يعني فاض منه حاجه يتسخن ثاني يوم، ممكن نعمل يعني حاجه اسمها اعاده تدوير للاكل. يعني النهارده مثلا عملنا طبخه سيان، مثلا عملنا حله محشي وكده وفراخ، الفراخ تمام احنا جبناها على قد احتياجاتنا او اي بروتين عامه في الاكل، خلاص البروتين ده خلص، احنا ممكن نقدر نحلي الاكله دي ثاني يوم، نسخن الاكله ديت. ممكن لو عملنا مثلا صينيه رقاق جنبها شويه ملوخيه طازه، احنا كده عملنا اعاده تدوير للاكل، حاجات بسيطه وحاجات مش مكلفه، وفي نفس الوقت ربينا ابنائنا على رساله ان الاكل الموجود بيتاكل. نستغنى عن حاجات كتير قوي بتتعمل في الاكل وبتتكلف، يعني دلوقتي ممكن اكله تكلف مبلغ وقدره بسبب ايه؟ بسبب ان الاصناف كتير قوي بتتعمل. لا، احنا ممكن ناكل صنف مصنفين في الاكله بيبقى عندنا احسن. في بعض الفيديوهات اللي كانت موجوده على قناتي من ضمنها مثلا دلوقتي عايزين نطبخ طبخه والبروتين. زمان اللحمه ما كناش بناكلها بكثره، مش حته حاجه بس حته اللي هي صحيه، كانوا بياخدوا كده بالجرام عشان يكون صحيه علينا. فاحنا بالتالي نفس الموضوع، زمان برضه كان من الحاجات المقدسه عندهم الطبخ يوم الخميس، كانوا بيطبخوا يوم الخميس كده فقط. زمان كانوا بيعملوا اكل حلو قوي يوم اول الشهر، اول ما الاب بقى ينزل كده يعملوا بقى اكله طبليه كده حلوه من جميع الاصناف. دلوقتي برضه افتقدنا النقطه ديت، بقينا نعمل اكلات في اي وقت ونطبخ بقى بالليل. لا، احنا عندنا التراث القديم الطبخ كان الصبح، ست البيت المصريه كانت تقوم الساعه 6 الصبح تصلي، وكانت الاولاد يذهبوا للمدرسه، وكانت تقدر تشوف احتياجات بيتها وتقدر تخلص طبخاتها على الظهر، كنا بنبقى واكلين. فدي حاجه برضو احنا افتقدناها كتير، فاحنا عايزين نوصل رساله للساده المشاهدين معانا والمتابعين ان التراث القديم لازم يتورث، ويتورث لابنائنا، وتبقى حاجه متوسط يعني حاجه يكون توثيق ليها هنا في مصر. ما ينفعش التراث القديم دوت ينقرض، احنا في حاجات كتير قوي رغم التكنولوجيا ممكن في لحظه تختفي من حياتنا فيرجع للتراث القديم. يعني انا حابه اشوف من البذور قوي رغم. طيب روح، انا عايزه اسالك سؤال اخير، استخدام الادوات البدائيه دي ما بيعطلش الوقت ولا يعني لا الاكل بيخلص على طول؟ عشان انت عارفه دلوقتي كل الناس ما عندهاش وقت. عايزه اقول لك يا استاذه هدير، زمان امهاتنا كانوا ممكن يعملوا بثلاث اربع اصناف تمام في وقت واحد، وكان بتخلص الاكلات.
وده السبب اللي حضرتك عليه ان الام بتصحى بدري في اليوم بنحس بالبركه بتاعته من بدايه اليوم. انما دلوقتي بيبقى برضه الموضوع حته الموضوع مختلف في الصحيان متاخر. طبعا الست برضه العامله طبعا دلوقتي اختلفت عن العصر الزمني وكده، فحته الموضوع انا ممكن اعمل فيه فيديو من ضمن الفيديوهات كنت عامله بقى اكلات المذبح كده، واكلات المذبح هي بتاخد وقت جدا في التسويه ساعتها، ورغم ان انا ما كملتش اكتر من ساعتين ثلاثه كنت مخلصه اكتر من ثلاث اربع اصناف كانت عزومه، وعزومه كانت على البوازير شغال في البوازيريوم وصورت التلفزيون حلو جدا. فالموضوع مش بياخد وقت ولا حاجه ولا بيبقى مكلف كتير، بالعكس. لا هي فكره، هي فكره فعلا جميله، وعلى الاصل دور زي ما بيقولوا يا ايمن. نرجع لاصولنا، بنشكرك لصناعه المحتوى روح الفؤاد صابر اللي بتقدم على السوشيال ميديا محتوى تراثي عن الطهي يحاكي ما فعله اجدادنا من قبل من حيث البابور ولمبه الجاز وخلافه، وشكرا جزيلا لك. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وشركات السياحه. حانه غرفه شركات السياحه قالت انه هيتم تثبيت اسعار رحلات العمره خلال شهر رجب باذن الله دون اي زيادات. ده طبعا خبر كويس جدا ومبشر لكل الناس اللي ناويه ان شاء الله تعتمر خلال شهر رجب. هنعرف مع حضراتكم التفاصيل اكتر من استاذ احمد وحيد عضو مجلس اداره غرفه شركات السياحه بالدلتا التابعه للاتحاد المصري للغرف السياحيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم. عايز اعرف ايه معايير واليات تثبيت الاسعار بالنسبه لعمره رجب؟ يعني هل الشركات مثلا قللت هامش الربح؟ الفنادق اللي اتفقتوا معاها هتثبت الاسعار خلال شهر رجب؟ ايه اللي هيحصل؟ صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك عليكم. طبعا هو ثبات الاسعار راجع للتعاقدات من فتره بعيده شويه. ثبات الاسعار راجع لفتح الاعداد الموسم ده غير الموسم السابق، كل ده بيخلق منافسه لصالح المواطن المصري. كل ده بيوصلنا ان الشركات تقلل هامش الربح بحيث ان هي تقدر تساعد الفتره ديت المعتمر ان هو يطلع. دي فترة هاي سيزون للمعتمر، فترة مرتفعة بالنسبة. استأذن حضرتك تعلي صوتك شوية علشان نسمع حضرتك كويس. سامعاني كده كويس؟ اتفضل. طبعا كل ده بيرجع لتقليل هامش الربح للشركات، والشركات متعاقدة من فترة مش قليلة بالنسبة للفنادق وبالنسبة لرحلات العمرة خلال شهر راتب إن شاء الله. طب أنا أفهم إن حضرتك يعني متعاقد قبل كده على غرف فندقيه اشتريتها اول السيزون اول بتاع، ولكن اسعار الطيران اكيد اختلفت لان هي مرتبطه بالاسعار الدوليه. هل ده ما مشكلش يعني خساره على شركات السياحه؟ ولو في خساره هل انت بتتحملها؟ يعني كلمني عن برضو التفاصيل اللي ممكن المواطن يسالها. طبعا هي اسعار عالميه وكله ثابت باسعار الدولار مع الارتفاع. طبعا بعد القرارات السعوديه اللي اصدرت خلال يومين ان تقليل التامين الطبي بما يعادل 145 ريال يعني حوالي 1100 جنيه، فيمكن ده تساوى او قلل هامش الخسائر شويه بالنسبه لتذاكر الطيران، فده ساعد ان الشركات ما ترفعش الاسعار على المواطنين. ايوه. مع تقليل هامش الربح برضه. طيب هل يا فندم تم مثلا منح شركات العمره عدد معين من التأشيرات فده فرق في مسألة تثبيت الأسعار؟ لا يا فندم، حاليا دلوقتي مفيش سقف للأعداد، وهو حاليا دلوقتي الأعداد مفتوحة، وده برضك خلى فيه منافسة قوية بالنسبة للشركات وتقليل هامش الربح، وده عائد للمواطن المصري. في إقبال على هذا الأمر يا فندم ولا السوق عامل إزاي؟ طمني. الإقبال ضعيف شوية، مش المعتاد طبعا خلال الفترات السابقة في نفس الفترة ديت، بخصوص الأجازات نص السنة مع موسم رجب مع رحلات الإسراء والمعراج وغسيل الكعبة. إنما برضك يعني الأعداد حاليا دلوقتي مش وحشة، هنقدر نقول إن النسب 60% 70%. عظيم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالتلدا. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه دايما ولاد بلدنا بيثبتوا قدرتهم على التحدي في كل المجالات، خصوصا واحنا بنتكلم على ألعاب بتعتمد على الذكاء
والاحترافية بشكل كبير. ويمكن السوشيال ميديا بقى لها فترة بتتكلم عن بطل عالمي احترف لعبة الشطرنج وقدر انه يبدأ بالفعل عام 2023 ويفوز بالميدالية الذهبية في بطولة السويد المفتوحة للشطرنج الخاطف. كمان هو بيعتبر احد ابطال اتحاد الشطرنج، فاز بالفعل ببطولات عربية وافريقية وكمان عالمية. دلوقتي معانا عبر زوم البطل باسم امين. صباح الخير عليك. طبعا يعني تاريخ طويل يعني في لعبة الشطرنج، الأول ألف ألف مبروك، مبروك التألق ومبروك النجاح ومبروك الفوز. عايزين نعرف منك تفاصيل آخر بطولة عالمية حصلت عليها في السويد مع يعني بداية سنة 2023. طبعا الله يبارك في حضرتك وصباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة والجميع يا رب بألف خير وصحة وسعادة. يعني طبعا البطولة الأخيرة كانت زي ما حضرتك قلت بطولة السويد للشطرنج الخاطف. يعني الشطرنج، بطولات الشطرنج بتتقسم ثلاث انواع، حاجه اسمها الشطرنج الكلاسيك وده الدور الواحد بيستمر ممكن لست او ثمان ساعات على حسب نظام الوقت في البطوله. تاني حاجه نظام الشطرنج السريع وده بيبقى الدور اقل من ساعه، وثالث حاجه الشطرنج الخاطف وده مده الدور بتبقى اقل من ربع ساعه. وفي معظم البطولات بيتقسم الدور الشطرنج الخاطف لكل لاعب بيبقى عنده ثلاث دقائق في الدور كله، وده طبعا بيبقى اسرع نوع من الشطرنج ويمكن امتعهم كمان بالنسبه للمشاهدين، يعني لان طبعا الريتم فيه بيبقى سريع شويه فالدور بيخلص بسرعه وكمان نسبه الاخطاء ممكن تبقى فيه اعلى شويه، فبيبقى امتع كمان للمتفرجين. يعني في البطوله الاخيره كانت في الشطرنج الخاطف اللي هو الاسرع حاجه يعني. ايوه. طب انا برضو عندي سؤال، يعني ايه ماتش بيفضل 6 ل 8 ساعات؟ يعني بتعملوها ازاي دي؟ يعني حط نفسك مكان المشاهد. انا النهارده لما اسمع ان في مباراه حتى ولو كانت على ترابيزه او حتى ولو كانت ذهنيه بتقعد من 6 ل 8 ساعات، يعني مفيش بريك، بتعملوا ايه؟ هو طبعا بيبقى في وقت، يعني بيبقى في ساعه، فكل لاعب بيبقى عنده وقت بينظمه هو برضو. دي من درجات صعوبه الشطرنج، يعني ان انت ازاي تنظم وقتك وتوزعه على خلال فترات الدور كله في كل النقلات. أيوه. انت ممكن تبقى في نقله معينه تقعد تفكر ساعه، واخد بالك؟ يعني مثلا النظام المعتاد بتبتدي الدور بساعه ونص، كل لاعب يبقى عنده ساعه ونص، وبعد النقله ال 40 بتزيد مثلا سواء نص ساعه او 50 دقيقه على حسب البطوله اللي بتلعب فيها حسب نظام الوقت يعني. فانت ممكن تقعد في نقله ساعه وتلعب في 10 نقلات في 5 دقائق، فدي انت اللي بتقرر برضه. دي طبعا من الصعوبه، عشان كده دايما يعني حضرتك حتى تابعت البوستات المنتشره اليومين دول ان الشطرنج محتاج لياقه بدنيه عاليه او مدرب بدني، ان انت محتاج ان انت تقعد الفتره الطويله دي كلها محافظ على تركيزك، لان انت لو في اخر الدور في الساعه السابعه او الثامنه تركيزك قل او مجهودك قل، خلاص هتضيع مجهود كل اللي فات ده في نقله واحده، لان الشطرنج غلط نقله واحده غلط صحيح بتضيع كل اللي انت عملته قبل كده. فدي طبعا يعني من الصعوبات برضو اللي بنواجهها يعني في البطولات بقى وفي التنافس العالمي يعني. طيب كمان يا باسم، انا عارفه انه انت اول مصري وعربي وافريقي يفوز بلقب السوبر جراند ماستر، وكمان داخل في افضل 100 على مستوى العالم في الشطرنج. كلمني عن كواليس التصنيف ده وعن البطولات اللي شاركت فيها. يعني دي برضو نقطة مهمة إن احنا نوضحها، هو الألقاب الشطرنج الرسمية من الاتحاد الدولي للشطرنج، يعني في خلينا نقول ثلاث أرقاب رئيسية: أستاذ اتحادي، بعدين أستاذ دولي، بعدين أستاذ دولي كبير اللي هو جراند ماستر. جراند ماستر ده أعلى لقب رسمي من الاتحاد الدولي للشطرنج. لقب سوبر جراند ماستر هو لقب مش رسمي لكن لقب متعارف عليه في الأوساط الشطرنجية للاعبين اللي بيعدي تصنيفهم 2700 نقطة. وده انا كنت الحمد لله يعني اول مصري وعربي وافريقي في تاريخ يعني الحمد لله الشطرنج يصل للتقييم ده او يعدي التقييم ده كمان، وحتى الان يعني الحمد لله الوحيد اللي حقق التقييم ده، وبالتالي بيطلق عليهم لقب سوبر جراند ماستر يعني. ودول يعني في تاريخ الشطرنج كلهم تقريبا حوالي 120 لاعب بس اللي عدوا التقييم ده يعني في تاريخ الشطرنج يعني. فالحمد لله طبعا كان انجاز الواحد فخور بيه يعني انه يكون اول مصري وعربي وافريقي يحققه يعني. والميزه ان ده يعني بيدي طموح للعيبه كتير ان ده ممكن ان لاعب من مصر ومن افريقيا يستطيع ان هو يعمل بامكانيات يعني خلينا نقول قليله جدا، دعم قليل، ان هو يوصل للمكانه دي وينافس الابطال العالميين. يعني اتمنى ان يكون ده بيشجع
أجيال جاية إن شاء الله إنها توصل لده كمان، تعرف إن ده ممكن مش مستحيل، يعني زي ما كنا دايما وإحنا صغيرين كان بيتقال لنا، يعني إحنا أما أنا ابتديت ما كانش في جراند ماستر أصلا في مصر، فكان بالنسبة لنا إن بس نشوف جراند ماستر في بطولة أو جراند ماستر يجي يلعب في مصر يعني كنا بنحس إنه اختراع. فدلوقتي لا، بقى في جراند ماستر واثنين وثلاثة وفي 6 جراند ماستر من مصر دلوقتي الحمد لله، بقى باسم بيوصل تقييم 2700، إنجازات بتتحقق. نتمنى إن شاء الله الأجيال يبقى في أجيال عندنا جاية إن شاء الله يعني تحقق اللي إحنا حققناه وأكتر بقى كمان إن شاء الله يعني. صحيح. قول لي يا باسم، انا عندي سؤال يعني ربما بره الصندوق شويه، لعبه الشطرنج ممكن تغير ايه في البني ادم؟ يعني لما حد بيدرس الهندسه ده بيأثر على دماغه ان هو بيفكر بشكل منتظم، بيعرف يدير الامور بشكل كويس، يقول لك افضل مديرين في العالم مهندسين. هل بتوع الشطرنج مختلفين بقى؟ يعني بتشوف الدنيا ازاي بعد جيم الشطرنج؟ اكيد ليك وجهه نظر مختلفه. بالظبط، يعني دي نقطة مهمة جدا الشطرنج، يعني يمكن برضه حاجة من اللي أنا حابب أوضحها، يعني ناس كتير بتقول الشطرنج بيفيد في إيه أو بيفيد مصر في إيه أو بيفيد اللي بيلعبوا إيه. أيوه الشطرنج ما هوش لعبة زي أي لعبة، للأسف ناس كتير في مصر متخيلين الشطرنج عشان ناس كتير بتمارسه على القهاوي فهم متخيل رابطينه بالدومينو والطاولة. أيوه لا، الشطرنج حاجة مختلفة خالص، الشطرنج يعني علم، في دراسة، في كتب، في مميزات كتيرة جدا بيكتسبها اللي بيلعب شطرنج، مش شرط انه يكون بطل، لكن مجرد ان انت بتلعب اللعبة وبتعلمها وبتعرف افكارها وبتبتدي ان انت تمارسها بتستفيد حاجات كتيرة جدا. زي ايه؟ طبعا بتعلمك ازاي تفكر بطريقة منظمة، بيزود قدرتك على التخيل، الحسابات، تنظيم الوقت، زي ما بقول حضرتك انت الدور بيبقى عندك وقت لازم بتعرف ان انت تنظم وقتك خلال الدور، الحسابات وإزاي إن أنت تتوقع نقلات خصمك وتبني عليها أفكارك. دي كلها حاجات يعني مهمة جدا، خصوصا لو الأطفال بيتعلموها من سن صغيرة، بتأثر في طريقة تفكيرهم وفي شخصيتهم، قدرتهم على اتخاذ القرار، إزاي يبقى عندك احتمالات كتيرة جدا وتقدر إن أنت تفكر في كل احتمال إيه مميزاته وإيه عيوبه عشان تقدر تاخد القرار السليم في الآخر. فزي ما بقول حضرتك دي كلها مميزات، خصوصا لو الواحد اتعلمها من سنه صغير بتفرق معاه كتير جدا في شخصيته. عشان كده الشطرنج في دول كتيره جدا على مستوى العالم، اكتر من 90 دوله ماده في المدارس، وفي دول ماده اساسيه يعني تنجح وتسقط في الشطرنج، فعلا. لان الناس دي عارفه اهميه اللعبه دي في بناء الاطفال وده زي ايه المجتمع بعد كده. بالظبط، زي دول ايه؟ معلش، زي دول ايه؟ يعني طبعا دول روسيا بمشتقاتها كلها، روسيا يعني بعشقة الشطرنج فيها للشطرنج، ده حقيقي. ده حاجة أساسية، يعني طبعا أرمينيا، جورجيا، أذربيجان، كل الدول، كازاخستان، أوزبكستان، الدول دي كلها بتدرس الشطرنج فيها الشطرنج في أساسية. كمان المدارس. دول أوروبية كتيرة طبعا، ألمانيا وفي أمريكا طبعا في حتت كتير مادة في المدارس، وفي زي ما بقول لك دول كمان بتاخدها مادة أساسية يعني. احنا فخورين بيك دكتور باسم أمين، بطل عالمي في الشطرنج، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا لك. باسم اعتقد انه خريج طب، ويمكن الموضوع ما بيبقاش سهل مع طب انك تمارس موهبة طبعا بالشكل ده وتوصل فيها للعالمية، نظم وقتك وتروح وتيجي فيعني ما شاء الله يعني. لا حاجة عظيمة طبعا. وخليني برضه اقول لك حاجة، طبعا مع احترامنا الشديد لكل ابطالنا الكرويين، الجهد البدني طبعا مقدر جدا وفي تكنيك وكمان في ذكاء، لكن لما تبقى رياضة ذهنية بس الموضوع مختلف يا هدية. صحيح، يعني هو حتى هو بيتكلم بيقول لك بيبقى عنده كذا سيناريو وهو بيلعب مع الخصم وازاي ممكن يغيره بناء على طريقة لعب الخصم، فيعني وحطي تحت مجهود ذهني كبير الكلمة اللي اكيد. قالها في الآخر، أنا كنت أصلا أسأل السؤال ده، إيه هي الدول؟ قال لك روسيا ومحيطها، يعني أذربيجان، أرمينيا وخلافه. الدول دي فعلا فيها أهم لعيبة شطرنج في العالم، وبيقول لك بيدرسوه في المدارس، فتفهم من ده إن أنت زي بتبني أجيال، بتعرف تفكر بشكل منطقي، أنت بدل ما تديهم طريقة التفكير المنطقي، أنت بتلاعبهم لعبة صحيح تبني ده. وبتبني ده عن طريق أو بشكل غير مباشر. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل، خليكم مستنيين. ودلوقتي مشاهدينا جمعتنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
ونبتدي نشرتنا الرياضية مع قائمة النادي الأهلي اللي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمشاركة في مونديال الأندية، وضمت 32 لاعب، وبيحق فيها للأهلي استبدال وإضافة أسماء جديدة ولغاية يوم 30 يناير. والمسؤولين في النادي الأهلي بيسابقوا الزمن عشان ينهوا إجراءات سفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق لقطر، وده لخوض مرحلة التأهيل هناك من جراحة الرباط الصليبي. ألف سلامة. اتصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبي فريق نادي الزمالك قائمة أبرز 7 غيابات عن الفريق قدام الاتحاد السكندري في المباراة اللي هتتلعب النهاردة على استاد برج العرب في اسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري. هيغيب عن قائمة الزمالك 7 لاعبين، هم عمر جابر، محمود حمدي الونش، إبراهيم نداي للإصابة، وهيغيب حسام أشرف وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية. البرتغالي جامي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق اللي هتلعب مباراة فيوتشر النهاردة الساعة 7 بالليل على استاد السلام، وده في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز. القائمة شهدت عبد الله السعيد وغياب رمضان صبحي والشيبي. منتخب البحرين فاز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي. سجل أحمد علاء الهدف الأول لصالح منتخب قطر ضد البحرين في الدقيقة 34 من المباراة، وفي الشوط الثاني سجل محمد وعد البياتي هدف التعادل لصالح البحرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72، وأضاف عبد الله يوسف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89. أما بقى المنتخب الكويتي حقق الفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب المينا في مدينة البصرة في العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25. أحمد الصفيري سجل هدف الفوز لصالح منتخب الكويت في الدقيقة الأخيرة من المباراة. الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أكد أن بطولة كأس السوبر الإسباني مهمة للغاية للفريق الملكي، وده قبل مواجهة فالنسيا على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 بالليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي. أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فالنسيا: كأس السوبر بطولة مهمة دايما للنادي عندنا، وفي العام الماضي منحنا كثير من الثقة للموسم ونأمل أنه يفضل نفس الموضوع السنة دي، في مباراتين وعلينا أن احنا نقدم أداء جيد وبنحاول العودة لمدريد ببطولة أخرى. أما بقى فريق إنتر ميلان اتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه على فريق بارما بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سانسيرو ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي. وفريق مانشستر يونايتد حقق الفوز على فريق تشارلتون أتلتيك بنتيجة 3-0 خلال المباراة اللي اتلعبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات النسخة الحالية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023. أهداف مانشستر يونايتد جت عن طريق أنتوني وماركوس راشفورد، والاثنين جابوا أحرزوا هدفين. كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قال ان في مناقشات لتمديد عقد ميسي. تبادلت الاداره الرياضيه الحديث مع ليو حول موضوع التمديد وقال: لا اعرف اكثر من ذلك، لكن يبدو ان ليو سعيد بالنسبه للوجود في باريس سان جيرمان. احنا كده نشرتنا الرياضيه خلصت، لكن فقرتنا الرياضيه لسه مكمله. الناقد الرياضي محمد الجبالي ضيف هدير ابو زيد ومصطفى كفافي دلوقتي في صباح الخير. اتفضل يا مصطفى واتفضل يا هدير. شكرا جدا ليك يا امل. في الحقيقه الدوري المصري الممتاز لكره القدم في هذا الموسم دوري استثنائي، يعني على غرار المفاجآت اللي شفناها في المونديال السابق بصعود منتخبات ربما كانت منتخبات ظل وتحقيقها لعدد كبير من المفاجآت، نفس السيناريو ربما بيتكرر معانا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. النهاردة هتنطلق مباريات الأسبوع ال13 من هذا الدوري. نادي الزمالك هيلتقي الاتحاد السكندري بملعب برج العرب،
وفي لقاء تاني ايضا ما بين بيراميدز وفيوتشر. الداخليه هتلتقي مع البنك الاهلي وسموحه هيلاعب طلائع الجيش. خلينا نتكلم عن هذه الماتشات بصحبتنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد الجبالي لتوضيح بشكل اكتر عن طبيعه هذه البطوله. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذه هدير. اهلا بيكم. ابدا معاك يعني سؤال بانورامي كده بشكل عام، ازاي في البدايه شايف بطوله الدوري؟ هل هي مختلفه؟ هل بتحمل مفاجات؟ هل ليها طابع يختلف عن باقي البطولات الماضيه؟ طبعا بطوله الدوري هذا الموسم نقدر نقول عليها زي ما حضرتك قلت ان هي بطوله استثنائيه. في الكثير من الاحداث لحد دلوقتي، الجوله ال 12 خلصت، 108 مباراه. الارقام اللي ظهرت خلال ال 108 مباراه تقول ان هي بطوله استثنائيه باستثناء عدد الاهداف. عدد الاهداف كان قليل جدا، يمكن الاستثناء في الفرق اللي بدات تنافس. لقينا فيوتشر دخل المنافسه بقوه جدا، يحتل المركز الثاني حاليا. في المقابل لقينا فرقه زي اسوان بدات تظهر بشكل مختلف تماما، تصدرت في منتصف الجدول. في المقابل الحاجه اللي تزعل اكتر فريق الاسماعيلي اللي هو اصبح ظاهره للموسم الثالث على التوالي، ان هو بيصارع الهبوط بدءا من البطوله، يحتل المركز الاخير وهو اقل الفرق حصولا على عدد نقاط برصيد 7 نقاط، وده حاجه محزنه جدا لان هو نادي جماهيري كان دايما الاسماعيلي بينافس على القمه مع الاهلي والزمالك. مظاهر كتير، من ضمن المظاهر اللي بتخليها بطوله استثنائيه حاله التوهج المستمره على التحكيم في كل جوله. أيوه. واتحاد الكوره للاسف الشديد لم يساند ولم يحكي لم يحمي حكامه حتى هذه اللحظه. ايوه. طيب النهارده ازاي الزمالك هيتغلب على الغيابات؟ احنا بنتكلم في 7 غيابات تقريبا، الونش وفتوح وعبد الله جمعه، غيابات كبيره في الزمالك، ازاي النهارده يتغلب عليها امام الاتحاد السكندري؟ مباراه الزمالك والاتحاد السكندري النهارده ليها طبيعه خاصه. الزمالك اخر مباراتين فقط 5 نقاط في صراع الصداره على اللقب، وده بالنسبه لفريق الزمالك كان حاجه محزنه للغايه. في نفس الوقت فريق الاتحاد بيحتل المركز السادس، وفريق الاتحاد تميز خلال ال 12 جولة اللي فاتت بأن هو فريق الثلاثيات، بمعنى أن أول 3 مباريات فاز، بعد كده الـ3 مباريات اللي بعدهم خسرهم، وتعادل 3 وفاز 3، وآخر 3 مباريات خسرهم. يعني هو فاز 6 ماتشات وخسر 6 ماتشات. المباراة ليها طبيعة خاصة. بالنسبة للزمالك والغيابات، لا، قائمة الزمالك فيها لعيبة كتيرة باستثناء الثنائي اللي هو هيغيب، يمكن عبد الله جمعه واحمد فتوح والدوشه اللي حصلت عليهم. ولكن الزمالك، مباراه الزمالك والاتحاد النهارده هي مباراه لعيبه. لعيبه الزمالك تريد، عندها حوافز لان هي عايزه تصالح الجماهير بفقد 5 نقاط في اخر مباراتين. نفس الوقت بالنسبه لفريق الاتحاد اخر 3 ماتشات خسرهم، فده برضه بيدي له حافز ان هو يؤدي بشكل كويس، وخصوصا المباراه هتقام في الاستاد الاسكندريه. انا شايف ان حوافز فريق حوافز فريق الزمالك اكتر من حوافز فريق الاتحاد، خصوصا ان الزمالك بينافس على اللقب، هو يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 25 بوينت. ختمت حديثك او في اجابتك السابقه بان التحكيم عليه جدل في هذا الموسم، وربما هو ده يعني برضه سمه من سمات هذه البطوله او هذه النسخه من الدوري. ليه التحكيم عليه جدل؟ لسبب بسيط جدا من وجهه نظري، يعني ان اتحاد الكوره لم يستطع حتى هذه اللحظه حمايه الحكام. اصبح التحكيم دمه مستباح من جميع الفرق. ويعني ابسط حاجه امبارح فيوتشر، نادي بيراميدز معترض على طاقم التحكيم اللي هيأدي مباراه فيوتشر النهارده. تفاءلنا خيرا بوجود كلاتنبرج، ولكن اصبح التطور التحكيمي بالنسبه لكلاتنبرج مع الحكام لم يظهر بالشكل المطلوب، وخصوصا مع وجود الانتقادات الحاده مع كل جوله، مع كل جوله، وخصوصا للانديه الشعبيه بتظهر انتقادات حاده، ولم يخرج اتحاد الكوره ليدافع عن حكامه بالشكل المطلوب. هناك اخطاء في التحكيم لا جدال، اخطاء التحكيم موجوده في كل الدوريات، ولكن هناك فرق بين الخطا المتعمد والخطا
الفني، الخطأ الفني اللي هو ممكن يقع في أي حكم في أي دوري في 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 العالم. ولكن الحكام المصريين يتعرضوا لضغوط صعبة جدا، ووجود كلاتنبرج لم يساهم في حماية الحكام، وأصبح من وجهة نظر الشخصية أن وجود كلاتنبرج دوره الأساسي أصبح هو بعد كل جولة يطلع لنا بفيديو ويفضل يحلل الحالات اللي عليها، زي ما حصل امبارح بالليل، يفضل يحلل الحالات اللي عليها خلاف جماهيري، وده مش دوره. دوره هو جاي دوره يطور التحكيم بالشكل الفني المطلوب، وهذا لم يحدث حتى الآن. ده بالإضافة إلى أن اتحاد الكرة، وأنا بعتب على اتحاد الكرة بشكل كبير جدا، أنه لم يخرج لحماية حكامه بالشكل المطلوب، لأن الحكم في الأول والآخر محتاج ثقة، محتاج دعم، محتاج تطور فني، محتاج تطور ذهني. كل الضغوط اللي موجودة على الحكام المصريين خلال هذه البطولة تحديدا بتأثر بالسلب على قراراتهم في مباريات الدوري. صحيح. طيب اتكلمنا عن غيابات الزمالك، نتكلم دلوقتي عن الغيابات في الاتحاد السكندري والصفقة الأخيرة للأهلي مروان عطية وانتقاله للأهلي. هل الاتحاد هيدفع بلعيبة جدد، محمود محمد محمود، عمار حمدي وغيره؟ هو طبعا امبارح بالليل اعلن الاتحاد او النادي الاهلي اعلنوا عن انتقال مروان عطيه، ودي الصفقه اللي كان عليها جدل كبير خلال الساعات القليله الماضيه، مقابل وجود محمد محمود وعمار في الاتحاد. ولكن على ما اعتقد ان هو صعب ان هو يدفع بيهم زوران مدرب الاتحاد كبدايه، لانه لسه اللعيبه ما اتمرنتش او لسه ما انضمتش للفريق، ولكن يوجد في فريق الاتحاد لعيبه مستواها متميز للغايه. ونرجع نقول برضو ان مباراة الزمالك والاتحاد النهاردة هي مباراة لعيبة في المقام الاول، خصوصا ان الحوافز بتاعت كل فريق بتختلف عن التانية، والحوافز في نفس الوقت بتؤدي الى ان احنا ممكن نشوف مباراة كويسة جدا من الناحية الفنية داخل الملعب، وخصوصا ان المدربين بيرغبوا في تحقيق الفوز. الزمالك يريد فيريرا يريد تعويض ضياع الخمس نقاط، الاتحاد زوران يريد تعويض خسارة ثلاث مباريات متتالية، آخر ثلاث مباريات في بطولة الدوري. طب بالنسبة لاستبعادات الزمالك، هل هتأثر؟ يعني عندك عبد الله جمعة، عندك فتوح، استبعادهم من القائمة هل هيؤثر على تشكيل نادي الزمالك؟ هو طبعا الناحية الشمال هي اللي ممكن تؤثر بشكل كبير جدا، لأن الفترة اللي فاتت دي كلها كان أحمد فتوح هو اللاعب الأساسي، ولكن في محمد عبد الشافي في الجبهه اليسرى ممكن يعوض غيابه، لانه هو لعيب خبره وبشكل مميز جدا. عبد الله جمعه كان بعيد، محمود الونش مصاب من فتره طويله، ابراهيم منداي مصاب، غيابات على ما اعتقد ان هي لن تؤثر بشكل كبير، وخصوصا في ظل وجود عدد كبير من لاعبي الزمالك المميزين، يبقى ان هم يستعيدوا الثقه من جديد بعد فقدان التعادل والخساره في اخر مباراتين. الجبهة الوحيدة اللي هي ممكن تتأثر في الزمالك هي الجبهة اليسرى، ولكن محمد عبد الشافي يستطيع تعويضها، لأنه هو لاعب خبرة ولاعب مميز للغاية، وهو أساسا محمد عبد الشافي من اللعيبة اللي هي تعتبر من أفضل اللعيبة اللي هي موجودة في الجبهة اليسرى. طيب نروح مع حضرتك لماتش الداخلية والبنك الأهلي، ويمكن الداخلية جاي مع بعد تعادل مع الزمالك، شايف الماتش ازاي؟ الداخلية والبنك الأهلي فرقتين بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يبقوا في وسط الجدول. الداخليه تعتبر من الفرق اللي هي لم تحقق الا فوز واحد، والغريب ان الداخليه الفوز الواحد اللي حققه كان حققه على بيراميدز. نفس الوضع بالنسبه للبنك الاهلي، البنك الاهلي بقياده الكابتن حلمي طولان خلال الفتره الاخيره بدا مستواه يتطور بشكل كبير. مباراه تعتبر الى حد ما نظريا البنك الاهلي بتبقى فرصته اكبر، ولكن دوافع الداخليه بان هي تبعد عن مرحله الهبوط بتبقى اكبر يعني. سموحه وطلائع الجيش، بتشوف الماتش ازاي؟ سموحه من الفرق اللي هي يعتبر مستواها صادم هذا الموسم. صحيح. وخصوصا المشاكل الاداريه اللي ظهرت خلال الفتره الاخيره، وخصوصا ان الاستاذ فرج عامر عندما عاد رئيسا لسموحه بالانتخابات بعد الازمه اللي حصلت في الجمعيه العموميه، اصبح همه الوحيد لا يوجد تجانس داخل مجلس الاداره، وده اثر بالسلب على فريق سموحه. فريق سموحه عنده رقم مخيب جدا للامال ولمستوى سموحه. سموحه يعتبر الفريق الوحيد
في بطولة الدوري حتى هذه الجولة الذي لم يحرز سوى 4 أهداف في 12 مباراة، وهو أكثر الفرق تعادلا، حقق 7 تعادلات فقط لا غير، ومستواه يعتبر مستوى متدني للغاية عن المواسم السابقة. فريق طلاع الجيش بيقدم مستوى كويس جدا عن طريق الكابتن محمد يوسف، وتعتبر مباراة بالنسبة للفريقين مباراة يعني كل فريق بيريد حصد 3 نقاط لكي يتخطى المنطقة الخطرة في جدول الدوري. فيوتشر وبيراميدز وغياب النهاردة الثنائي رمضان صبحي ومحمد الشيبي للإصابة، وهل بيراميدز قادر ان هو يصنع فرق مع باتشيكو، ام فيوتشر هيواصل الانتصارات ويحافظ على المركز الثاني؟ طبعا انا بعتبرها مباراه قمه، واقامتها في نفس توقيت مباراه الزمالك والاتحاد محير للغايه بالنسبه للقائمين على اداره المسابقه. فيوتشر يعتبر صاحب المركز الثاني برصيد 26 بونت، بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 23 بونت. المباراة أنا أعتقد هتبقى مباراة مميزة للغاية. فريق فيوتشر من الفرق اللي أصبح مستواها ثابت، وهو يتميز مع فريق الأهلي في جدول البطولة إن هو الفريقين الوحيدين لم يتعرضا لأي خسارة حتى هذه اللحظة. وفريق فيوتشر يعتبر أقوى خط دفاع مع فريق النادي الأهلي أيضا. فريق بيراميدز مع باتشيكو بدأ بداية قوية جدا المباراة اللي فاتت لما فاز 4-0 على غزل المحلة، وده ادى انذار خطر لباقي الفرق ان بيراميدز عائد بقوة، وخصوصا بعد تغيير الجهاز الفني. بعتبر مباراة لا تقل أهمية عن مباراة الاتحاد والزمالك، لان فيوتشر ماشي بخطى ثابتة، وبيراميدز يريد تعويض ما فاته في بطولة الدوري ان هو بيحتل المركز الرابع. الأهلي وفيوتشر تاني والزمالك تالت وبيراميدز رابع، دول الـ4 فرق اللي هي تعتبر هتبقى بينهم منافسة كبيرة جدا خلال مباراة الدوري. السؤال الأخير في أقل من دقيقة عشان الموجز، ماتش المصري والأهلي، حسام حسن هيقدر يعمل حاجة؟ حسام حسن بدأ يستعيد قواه وبدأ يسيطر على الفرقة فنيا بشكل مميز جدا، وده ظهر خلال المباراة الأخيرة. الأهلي حوافزه أكبر إنه هو بيبدأ يستعد لبطولة كأس العالم للأندية. مباراة حسام حسن مع الأهلي تحديدا بيبقى مباراة من المباريات المهمة جدا اللي بيحصل فيها بمعنى الكورة، إن حسام حسن من الفرق اللي بتتعب أي فرقة بيلعب سواء الأهلي أو الزمالك. مباراة غدا المصري والأهلي أنا أتوقع أن هي مباراة تكون حماسية للغاية، ومباراة مميزة من الفريقين. شفنا كمان عودة لطاهر محمد طاهر بعد الإصابة ومشاركته في الميران. عودة طاهر محمد طاهر والأهلي بدأ يستعيد توازنه إلى حد كبير في المباراة الأخيرة، خصوصا أن هو بدأ يعمل ماركاتو شتوي كويس جدا. بدأ يستعيد الفترة اللي جاية دي كلها، مباريات الأهلي تعتبر مباريات استعداد لبطولة كأس العالم للأندية اللي هتقوم في شهر فبراير في المغرب. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ محمد الجبالي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا يا أستاذ هدير، شكرا يا أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن عقارب الساعة تشير الآن إلى 9 وهو موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا منى شرقاوي. منى شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كمية التوريد. كما وجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، حيث اطلع الرئيس السيسي على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، كما تابع مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية وتطوير غير المسبوق لها، والذي انعكس على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، ليبلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6.43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم، بحصيلة إجمالية تقدر حوالي 3.3 مليار دولار. شارك وزير البترول طارق الملا في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين الذي عقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية. وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم، وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وعلى جانب آخر، عقد الملا جلسة مباحثات مع نظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعليم بين البلدين. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من الإمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب، لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد. وفي خطابه اليومي، أوضح زيلينسكي أن العالم الحر لديه كل ما هو ضروري لوقف العملية العسكرية الروسية على بلاده وإلحاق هزيمة تاريخية بموسكو. أعلن الحاكم الإقليمي لخاركييف أن قصفا روسيا استهدف المدينة بعد ساعات قليلة من الزيارة غير المتوقعة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفقة نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا. ودعا حاكم خاركييف سكان المدينة إلى ضرورة البقاء في الملاجئ، موضحا أن روسيا ستواصل القصف مرة أخرى. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستشتري من الولايات المتحدة منظومة دفاع جوي من طراز ناسامز لتقديمها هبة لأوكرانيا. ووفقا لأوتاوا، فهذا أول منظومة من هذا النوع تقدمها كندا لأوكرانيا في هبة تناهز قيمتها 406 ملايين دولار كندي. وأدلى ترودو بإعلانه هذا في أعقاب لقاء ثنائي جمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في المكسيك. قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا. وذكر مسؤول المنظمة أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور الجديد في أوروبا، مؤكدا أن المتحور الجديد الأسرع نقلا للعدوى من سلالة أوميكرون. تنطلق اليوم مواجهات الجولة 13 من الدوري الممتاز، ففي الثالثة إلى الربع يلتقي طلائع الجيش مع سموحة ويواجه البنك الأهلي فريق الداخلية، قبل أن يستضيف فيوتشر فريق بيراميدز في السابعة مساء. وفي ذات التوقيت يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري على استاد برج العرب في مباراة يسعى فيها أبناء ميت عقبة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من أسوان والتعادل أمام الداخلية في آخر مبارتين بالدوري. يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. تحت شعار حرفتك هي مستقبلك، انطلقت المبادرة المجانية اللي هي بتعد الأولى من نوعها، في يعني هدفها هو رسم مستقبل للشباب، بتعلمهم حرف ومهن مختلفة تساعدهم
انهم يبتدوا مشوار حياتهم ويعملوا مشروعات صغيره. انا محمود صبحي، مؤسس ومنسق عام مبادره حرفتك مستقبلك. احنا بدانا المبادره ديت من سنه كده تقريبا كده. جت ازاي في الفكره بتاعه المبادره؟ كنت انا بحب المشاركه الشعبيه، يعني بحب الناس كلها تشارك، وانا راجل ايجابي في المجتمع يعني. فانا بقعد مع الشباب كتير يعني، وبسالهم برضو الخريجين او اللي لسه بيدرسوا كده، طب ممكن تتعلم حرفه او صنعه مثلا تفيدك مع دراستك، او لو انت خريج ولا حاجه. قال لي انا جربت اروح حاجه زي كده في اكاديميات، بس كان بيبقى المبلغ بتاع الدورات عالي قوي عليا، وما بستفادش منها كتير يعني، بدفع مبلغ كبير وما بستفادش منها كتير. من هنا جت الفكره ان طبعا شاب في مبتدا حياته يعني، ولو عاوز لو حابب يتعلم ازاي يدفع مبلغ زي كده، فجت الفكره اللي احنا نعمل المبادره مجانا تماما يعني. قلت ابدا، انا فرحت منزل على الصفحه بتاعتي وبقيت اقول للناس القريبين مني انا عاوز اعمل، اللي عاوز يتعلم الحلاقه مجانا تماما يعني وكده. فجالي عدد كبير، حوالي مثلا 10 15 واحد عاوزين يتعلموا. طبعا صعب عليا اللي انا في المحل عندي اللي انا اجيبهم بقى، طبعا اللي انا اعلمهم الحلاقه وكده هياخدوا المحل كله، فمحتاجين مكان. رحت كذا مكان يعني عشان اطلب منهم مكان، ناس يساعدونا يعني، جهات وكده، عشان اخد منهم قاعه ولا حاجه. الموضوع برضو بيبقى صعب شويه يعني، ممكن كله بيقول لك ايه، طب احنا مش عارفين الفكره، طب انجح وتعالى بقى، لما تنجح بقى بنشوف ونقدر بقى نساعدك ازاي، بس انجح الاول وتعالى لنا يعني. ده اللي فهمته يعني، محدش قال لي كده صراحه، بس ده اللي فهمته. فاضطريت انا اروح بقى ايه السنتر تعليمي جنبي مني هنا، فالراجل قلت له انا عامل مبادره ومجانا وكده. الراجل عادي اخد كلامي وقال لي خلاص ماشي، جبت الناس ورحت اتدرب وكده. فهو باين صاحب القاعه برده ما كانش مصدق ان انا ممكن اعمل حاجه مجانا يعني، او يعني اعلم ناس واعطل نفسي واجيب ناس مجانا. فلما عرف بقى الموضوع بجد ولقى ناس بتيجي وبتتدرب وكده، ولقوا ما اعرفش ممكن يكون سهل الشباب يعني اللي انا باخد فلوس ولا لا، فالناس قالوا لا مجانا كل حاجه. فراح هو راح الراجل برده كتر خيره يعني، مشكورا، ساهم معانا وقال لي خلاص لا ما تدفعش ثمن الايجار دوت، وعندنا مشاركه منه يعني. والحمد لله بدانا، جالي بقى يعني كل الحرف بقى يعني. بصراحه جنبي كان قدامي المهندس محمود الموتيل في الموتيل، قال لي انا عاوز اي حد عاوز برده يتدرب معانا هاجي اديله نظري عندك وعملي عندي في الورشه وكده، وصيانه موبايل كذا حاجه يعني. الحمد لله رب العالمين اتفقوا معانا، وكان في برضو صاحبي برضو استاذ هاني برضو مدرس صنايع وعنده ورشه نجاره، قال لي برضو انا اشارك برضو في ورشه النجاره اعلم الشباب والرسم على الخشب يعني. فالراجل برضو مشكورا، وجاء برضو معانا الحمد لله رب العالمين وعمل دوره وكده يعني. اهم حاجه في المبادره اللي احنا ما بنعلمش حد، ما في اكاديميات كتير بتدرب شباب وراحوا اتدربوا اخدوا شهاده وخلاص يعني ورقيه، لا احنا مش فارقه معانا اللي انا اديك شهاده، اصل انت مش داخل عندي، انا مش جاي اديك كورس تاخد بيه شهاده تروح تقدم بيه في مكان يبقى سي في لنفسك وخلاص. وانا مش 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 مع الحرف بس، لا اتعلم وتبقى زي الفل يبقى معاك برضو حرفه، معاك ربنا اكرمك واشتغلت بالشهاده ماشي، ما اشتغلتش ما تقعدش، مش هحط ما تحطش ايدك على قدك وتقول انا قاعد انا اجتهدت واتخرجت وخلاص. لا، في سوق العمل كتير، اتعلم صنعه، كلنا اتعلمنا صنعه. انا مؤهل عالي الحمد لله، واشتغلت بصنعتي وهي اللي فتحت محلي وهي اللي فتحت بيتي، والحمد لله رب العالمين زي الفل منها. الحمد لله رب العالمين يعني. احنا وصلنا دلوقتي في الدورات اللي احنا قدمناها 10 دورات مثلا، كل دوره ب 10 افراد يعني، وصلنا ل 100. بس المستهدف اللي نفسي انا احققه مثلا، اوصل يعني في استهدافنا وكلنا في المبادره لنوصل ل 5000 او 10000 شاب وفتاه. انا عاوز اقضي على البطاله على الاقل في محافظتي. مبادره بسيطه، فكره بسيطه، لان احنا ما حلتناش غير افكارنا، عندنا افكار وعندنا حلول لكل المشاكل الحمد لله رب العالمين. عشان يبقى باب رزق جديد هنساعدكم فيها، وهنجيب لكم المدرب بتاعها، وهيديكم كل المبادرات عندنا كل المهن زي ما قلنا.
خلينا نذهب جنوبا ونروح لإحدى قرى محافظة الأقصر ونتابع هناك تسليم منزل لإحدى الأسر بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وترميمه مرة أخرى. حسن صادق، والله على باب الله كده أرزق يعني عمل أجري. والله كانت الحياة عفشة الأول بصراحة، كانت الحياة يعني حياة يعني الواحد زي اللي قاعد في تراب. الواحد كان ينام وفي الصبح يتوخم وتراب والعقارب تمشي والبراس والقطط تنزل كده علينا بالتراب، وكانت الحياة عفشة خالص خالص خالص. أروح عند الناس بالليل وأروح أتونس عند الناس الحلوة، عند الناس الحلوه كده اروح اتونس اقول يا رب كرمني بيت زي كده، عاوز ابقى نظيف زي الناس كده ومش عارف ايه. المهم دعوه من الدعوات قبلت الحمد لله يعني. جاء الاستاذ محمود والناس الحلوه كده يعني، نشكر الحاج يوسف ونشكر الناس الحلوه يعني اللي وقفت معانا. طبعا جيت صور وكده، وانا برضو ما خدتش اني في بنا ولا اي حاجه، كل ما اي واحد مثلا يصور اقول دخلوه خلي يصور دخلوه خلي يصور، ما خدتش الامل اني مثلا هعيش الحياه دي. بس يعني كده بصراحة يعني كده أنا عايش الحياة بصراحة، ما فيش تاني بصراحة. اللي جت في النظافة، النظافة حلوة كده، الواحد بينام الصوت بتاعه حلو، ما يعني ما فيش نهتان، ما فيش مثلا تراب، ما فيش كده، بينام نوم مريحة. نظافة ما فيش تراب، بينزل على البطاطين، ما فيش يعني الواحد بيستحم بيقعد نظيف وكده، يعني الحالة حلوة بالصلاة على النبي. والله عملوا لي مطبخ وحمام وأطين وصالة ويعني حديد حلو الواحد وخلطات وشغل يعني بالصلاة على النبي، وبان حلوة ويعني شغل بمرض ربنا الأستاذ محمد عبد الجليل، يعني حب يعمل عمانة الصحة قوي والله العظيم. خدمنا خدمة فظيعة، والأستاذ عمر والأستاذ محمود يعني الناس دي كلها بالصلاة على النبي. أي حد دخل في صناع الخير كله عاوز يخدمه بضمير بصراحة والله العظيم، يعني نشكرهم ألف شكر برضو أني عملونا العمل الحلو ده بصراحة، ده فوق متخيل بصراحة، يعني حاجة حلوة بالصلاة على النبي. بعد كده ما فيش تاني يعني، الناس اللي وارثة هني وارثة في الإحراج اعتبر البيوت دي مش زيها بصراحة، يعني شغل تشطيب عالمي. كانت تعاني تقعد في الصبح تكنس وأبص فيها ألقاها خشمة تراب، أبص فيها ألقاها كلها تعفرت تراب، تقوم من النوم معفرة يعني، تكنس زي كده وتعفر. أنا أبص في منظرها ما يخيلش عليها بصراحة. أرجع أقول امسح أسنانك من التراب، قالت لي عملية سيبوا لك زبط، ما ينفعش في ناس طيّة عندك قش مش عارف إيه. المهم يا شيخ أنا كانت تصعب عليه بصراحة، أقول يا رب كرمنا، يا رب كرمنا ببيت حلو، يا رب كرمنا زي ما بروح في البيوت بتاعت الناس، كرمنا ربنا زيها. الدعوة برضو طلعت مجابة والله العظيم، مجابة يعني. كنا نخاف مثلا من النطرة يعني، كنا نتهدد لما الجو يغيم كده نقول يا رب استرها معانا، ما تنطرش بالليل حنروح وين وناجي من فين. طبعا ما فيش حد بيحمل حد يعني مثلا بعياله وكده، وما حدش عنده وقت البطاطين يغدي حد يعني، هو فرض مثلا هننام عندك برضو ما حديناش، ممكن يدينا بطنية واحدة يعني، احنا كلنا مثلا أربعة ممكن يدينا بطنية واحدة، لو عاوز يجي منا عاوز يدخلنا بيته يعني. والحمد لله والله كده احنا الواحد انا ببص بصحى من النوم بصراحة ببص زي كده بلقى نفسي في دنيا تاني والله، اقسم بالله ما بدأ يعني الكلام ده، اقسم بالله وحياة اولادي بحس بدنيا تاني في الصبح، غير الاول، غير بكثير بكثير بكثير، قوي 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 بصراحة. يعني انتوا عملتونا عمل نقصتونا والله العظيم، رجعتونا 14 سنة لورا. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن المصطلح اللي بقينا على طول بنسمع عنه وناس كتير عندها تخوف منه هو مسألة الذكاء الاصطناعي اللي بقى موجود في كل شيء. يمكن بعد يوم تقريبا هيتم الكشف عن مزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بقت داخلة بشكل كبير في كل حاجة في حياتنا، وناس كتير شايفة أنها بتهدد مستقبل كتير من المهن اللي أصبح بيقوم بيها الروبوت بدل الإنسان.
هنعرف مع حضراتكم ايه هي المهن اللي ممكن بالفعل الروبوت يعني يكون فيها مكان الانسان، الوظائف اللي ممكن يشغلها الروبوت، وهل بالفعل احنا المفروض نقلق من مساله الذكاء الاصطناعي او ازاي نتعامل معاه ونواكب ما يحدث عالميا. هنعرف كل ده دلوقتي بالتفصيل من دكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي. صباح الخير على حضرتك، وهل احنا المفروض نقلق من الذكاء الاصطناعي ام انه يعني هناك اسس ومعايير المفروض ان احنا نتبعها علشان يعني يخدمنا الذكاء الاصطناعي وليس العكس؟ صباح الخير على حضراتكم. في البداية يعني خلينا نتفق الأول إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي هتغير من مستقبل البشرية بشكل كامل. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا بتتطور بشكل كبير جدا، بتعتمد على تقنيات التعلم الآلي، بتحاكي الأول الأداء بتاع البشر، وبعد كده بعد فترة من الفترات بتتفوق على هذا الأداء بصورة كبيرة جدا، وتستطيع ان هي تقوم باعمال بدقه وبسرعه اكبر بكتير جدا من الصوره البشريه. بس انا عايز بس اشير الى نقطه، على الرغم من كل ما نشهده الان من تطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الا ان احنا ما شاهدناش غير ما يعني حوالي 1% فقط من الصوره اللي هتكون عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل. يعني هي لسه بتنمو ولسه بتظهر بصوره كبيره على الرغم من كل المنجزات اللي احنا بنشوفها. اجابه على سؤال حضرتك، هل يجب علينا ان نقلق من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ انا هقول لحضرتك كلمه للعالم الشهير ستيفن هوكينج، قال لك انا اكبر خطر بيهدد البشريه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي احنا شايفينه في بياخد مهن كتيره، بيأثر على مهن كتيره جدا، منها على سبيل المثال اللي تم الاعلان عنه مهنه المذيع الروبوت. يعني احنا بعد غضون سنوات قليله من الممكن ان اللي بيقوم باجراء هذا البرنامج هنلاقيه مذيع روبوت، وبالفعل بقى موجود هذا المذيع وموجود وبيقدم برامج وبيقدم حلقات في بعض الدول زي احنا اول ناس هنقعد في البيت يعني يا فندم. مهنه ثانيه من المهن اللي ممكن يتم تهديدها هي مهنه المحامي. يعني يتم الاعلان عن اول روبوت محامي هيبتدي ان هو ياخد قضايا خاصه به في الشهر القادم. ده غير ان الذكاء الاصطناعي واحنا بنتكلم دلوقتي مسؤول عن خطوط انتاج كامله في عدد من المصانع وعدد من المنشآت، فإحنا بنتكلم على واقع. لكن عايز يعني أسأل حضرتك، هو بيقوم بالمهمة دي بدون أي مساعدة من الإنسان؟ لأنه مثلا لو هنتكلم عن الطب والتشخيص الأمراض، فدلوقتي بقى فيه إعادة لتشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن يبقى دور الطبيب موجود. تمام، أنا زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي، نحن بنشهد الآن 1% فقط من إمكانيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أنت دلوقتي التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقوم بمساعدة الإنسان، سواء كان الإنسان هذا الإنسان أو هذا العنصر البشري يقوم ببرمجة الذكاء الاصطناعي والقيام بالمهام بتاعته، أو أن هو يقوم بالإشراف على الأداء بتاعه. لكن في فترة من الفترات اللي بالمناسبة مش بصورة كبيرة، هنجد أن هناك يعني الذكاء الاصطناعي بيمتاز بما يسمى بالتعلم الآلي. هو بيتعلم في مرحلة من المراحل بتاعته، هي المرحلة الثالثة، احنا من الممكن ان احنا نلاقي ان الذكاء الاصطناعي ده بيشكل وعي خاص به ويشكل ادراك خاص به. والكلام ده يا جماعة مش ساينس فيكشنز، الكلام ده مش خيال علمي، لا الكلام ده واقع وبيحدث دلوقتي. ويمكن الـ 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 التصريحات اللي ظهرت من في الشات بتاع جوجل ان هو شكل ادراك ذاتي خاص بيه وبدا يدرك نفسه على انه من العاملين في الشركه وليس من ممتلكات الشركه، بيدق ناقوس الخطر في هذا الامر. طيب احنا نعمل ايه؟ اولا مهما كانت مهنتك يجب عليك ان تتعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي وتتعلم ايضا اساسيات البرمجه. مهما كانت المهنه بتاعتك يجب ان احنا نبدا من دلوقتي عشان ما يبقاش في فجوه كبيره ما بين الدول الاوروبيه وما بين الدول الخاصه بالدول بتاعتنا، لان الدول دي منتجه للتكنولوجيا، يعني احنا مستخدمين للتكنولوجيا. صحيح. يجب ان نستعد. طب انا عندي سؤال، يعني احنا انتقلنا من سنتين ثلاثه كنا بنتكلم في ان الذكاء الاصطناعي هيمحي مهن باكملها، زي مثلا مهنه الكاشير في السوبر ماركت، زي مثلا مهنه سواق التاكسي اللي هتبقى فيه اوتونومس كارز او سيارات ذاتيه القياده. لكن النهارده بنتكلم عن مهن يا دكتور ليها علاقه بالعقل، يعني المحامي، الطبيب، المذيع، دي مش مهن
يعني فيها حاجه سهله زي الدياع. بالظبط كده. الخطوره هنا بتكمن فين؟ يعني انت بتتكلم في ان انت داخل في ادق التفاصيل، يعني المحامي ده بيقعد يسمع الموكل يعني ساعات طويله عشان ياخد جمله يقول لك ده عليها قانون. المذيع برضه لازم يبقى عنده ادراك لكل المواضيع عشان يقدر يتكلم عليها بشكل سلس ولطيف وسهل وبسيط. الدكتور بيشخص الموضوع. صعب يا دكتور، فهمني سؤالي ولا سؤالي. انا فاهم سؤال حضرتك، وسؤال حضرتك يعني بيشغل بال كثيرين. هل سيستطيع الذكاء الاصطناعي ان يتغلب على اللمسه الابداعيه؟ أيوة. للبشر؟ ايوه. انا هقول لحضرتك على حاجه. الاجابه من وجهه نظري هي نعم وبكل قوه. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر انت حضرتك بتتحدث عن مدخلات ومخرجات. يعني انا لو احنا خدنا مثلا مهنه المحامي على سبيل المثال، هي انت بتتحدث عن طعون، بتتحدث عن اتهامات، وفي الاخر هو قانون بيتم تطبيقه. نفس النظام في مهنه المذيع، لكن الاكثر من كده. وانا زي ما قلت لحضرتك حتى هذه اللحظه احنا بنشهد البدايات الاولى للذكاء الاصطناعي. في هذه المرحله انت دلوقتي احنا عندنا مثلا حاجه اسمها شات جي بي تي. ايوه ده طبعا، شات مشهور. أيوة. جدا، وعامل يعني ثوره قلبان في الدنيا كلها، ثوره كبيره طبعا. لو انت حضرتك دلوقتي هنتكلم بقى على اللمسه الابداعيه اهو، عايز تالف كتاب من خلال هذا الشات، تستطيع ان انت تدخل له الفكره الاساسيه بتاعتك، تقول له الكي وورد بتاعت حضرتك الفكره، بس تقول له فكره معينه، في غضون دقائق هتجد الارتكل او هتجد المقاله او هتجد الكتاب او هتجد مرعب. البحث مرعب. اللي انت عايزه اتكتب. هذه لمسه ابداعيه ومش لمسه ابداعيه جداً. هي لمسه ابداعيه. الذكاء الاصطناعي هيتطور بصوره كبيره جدا في المستقبل. يعني انا مش عايز يعني بس عشان الناس يعني تتخيل ان احنا بنتكلم عن افلام هوليوديه، ولكن هذا واقع، هذا واقع سوف نراه في السنين القادمه. لكن احنا لازم نعمل ايه؟ احنا في فجوه حقيقيه ما بين الدول المنتجه للتكنولوجيا وما بين الدول المستخدمه للتكنولوجيا. فيجب علينا ان احنا نتنبه بدري عن كيفيه الاستعداد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس وما الى ذلك، على اساس ان احنا نقدر نتعامل مع هذه التقنيات ونتناغم معها في المستقبل. صحيح صحيح، شكرا ليك. هو واقع مرعب. صحيح صحيح، كل الشكر والتحيه لحضرتك. شكرا لك دكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي. شكرا يا فندم. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقرتنا، خليكم مستنيين. في الحقيقه انا مبسوط جدا من ان في عدد كبير جدا من المبادرات ومن المسابقات اللي بتكتشف المواهب. الكابيتانو أو كابيتانو مصر اللي بيدور على لعيبة الكرة في كل محافظة، الدوم اللي بيطلع لنا أبرز وأجمل المواهب، وخد على ده بقى عدد كبير من المسابقات. في ظل هذا الاهتمام الكبير بالمواهب في الفترة الأخيرة في عدد كبير من المجالات، وفي ظل وجود عدد يعني لا ينتهي من المبادرات لاكتشاف المواهب، بنشوف مبادرة عاملاها وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف المصرية عاملة مبادرة اسمها اكتشاف. هذه المبادرة أطلقت من أجل اكتشاف المواهب في مجال الدعوة، في مجال القرآن الكريم، في مجال الابتهال الديني. وإحنا يعني مصر يعني عمود من أعمدة الابتهال الديني في العالم العربي. خلينا نتعرف على هذه المسابقة، تقدم فيها إزاي؟ لو صوتك كويس تقدر تعمل إيه؟ دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ضيفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، منورنا يا فندم. هيكلمنا عن هذه المبادرة وعن شروط التقدم ليها وعن كواليسها الخاصة جدا. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ مصطفى، وأهلا أستاذ هدير. صباح الخير لمصر كلها وللعالم كله. أهلا بحضرتك. يعني كويس جدا إن احنا بدأنا بهذا النسق وبهذا الشكل. هتعملوها إزاي هذه المبادرة؟ هتعملوها على غرار البرامج التلفزيونية؟ وإزاي الواحد يخش يقدم فيها؟ يعني في أسئلة كتيرة جدا، كلمنا كده نبذة عنها صغيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا بشكر حضراتكم طبعا على الاهتمام وإلقاء الضوء الدائم على يعني فاعليات ومبادرات وزارة الأوقاف المتعددة. حضرتك عارف إن المسابقات ده لون من ألوان التثقيف، وحالة من حالات الثراء الفكري وبناء الوعي. احنا مهتمين الحقيقة الفترة اللي فاتت، ومعالي الوزير مهتم بيعني تكثيف المسابقات على مختلف المستويات. دي إحدى المبادرات وإحدى المسابقات اللي بتسعى الوزارة فيها لاكتشاف المواهب، مش بس الصغيرة، المواهب المختلفة. لأن كتير من الناس، احنا شعب معطاء ما شاء الله، يعني
كتير من الناس عندها موهبه ومش عارفه تروح بيها فين. فانا جاي النهارده بقول له كوزاره الاوقاف انا جاي لك، جاي اكتشفك، اشوف الموهبه اللي عندك على المحاور اللي حضرتك قلت عليها، سواء القران الكريم، حفظ القران الكريم والاداء الصوتي، احنا عايزين اصوات متميزه، ودي حاجه مصر تميزت بيها، دايما بنقول ان مصر هي عاصمه دوله التلاوه، وعندنا ما شاء الله القراء يعني المعروفين على مستوى العالم، او على مستوى الاداء الدعوي. يعني احنا المسابقه بتنقسم لاربع فروع. الفرع الاول انا عايز الصوت الذهبي، الصوت الذهبي اداء في القران الكريم واداء في الابتهالات. حضرتك عارف الابتهال ده شيء لطيف وبيدخل الى القلب وبيرفع الحس الايماني عند الناس، ودي يعني مصر تميزت بهذا اللون من الوان يعني محمد رفعت، شيخ مصطفى اسماعيل، نعم شيخ النقشبندي، كثير يعني هنعد كثير. الفرع الثاني احنا بنتكلم فيه عايزين القارئ الصغير، علشان ما دخلش الشباب اللي هو تحت 16 سنه يتنافس مع اللي اكبر منه، فحددنا فرع للقارئ الصغير تحت 16 سنه اللي هو حافظ، بس حافظ مع حسن الاداء الصوت، يجمع ما بين الحفظ الكامل والحفظ التام وحسن الاداء الصوت. الفرع الثالث للدعوه، الخطيب النابه. يعني ايه النابه؟ يعني الخطيب اللي متمكن، اللي بشوفه واقف على المنبر يستخدم ادواته صح، يعرف يوصل الرساله للناس باسلوب يتناسب مع ثقافه المجتمع اللي هو عايش فيه، يعرف يؤدي الرساله بفكر وسطي ومنهج صحيح ومستنير. الفرع الرابع عندي بقى الامام المتميز او الامام المؤثر والواعظه المؤثره. مؤثر في اداء دعوته، مؤثر على وسائل التواصل السوشيال ميديا، لان ده خلاص بقى اصبح اداه من ادوات التعامل ما فيش غنى عنها، واداه من ادوات قياس تاثير الـ يعني عطائك وادائك في الدعوه. صحيح. أشوفه مؤثر كمان في المجتمع اللي هو عايش فيه والمحيط اللي هو عايش فيه. احنا بنقول دايما ان مش دور الامام انه واقف بس يصلي بالناس الصلوات المفروضة، ولا بس بيأدي الخطبة ولا بيأدي الدرس، ده دور يعني من احد الادوار اللي بيقوم بيها، لكن الدور المجتمعي ان اكون متعايش مع الناس، ان اكون قريب مع الناس، عايش مشاكلهم وحاسس بيهم، يجيلي يشكيلي ابنه عنده ايه وبنته عندها ايه، وانا اديله الحل بفهم وفكر واسع ومستنير، ده دور مطلوب للإمام. لأن أنت عارف إحنا بطبيعتنا بنميل لأهل الدين. صحيح. سواء مسلمين سواء مسيحيين، كل فئة. صحيح. بتميل لأهلها، فأنت بتبقى عايز تسمع من الإمام مشورته. طيب يبقى أنا لازم أشوف دورك وتأثيرك، مشاركتك للناس في أفراحهم ومشاركتك للناس في أحزانهم. أنت مش إمام ولا داعية قافل على نفسك، أنت للمجتمع، وده كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار والأدلة على كده كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم. إزاي أقدم زي ما حضرتك قلت؟ إحنا يعني امبارح كده دي الأفرع كلها، دي الأربع أفرع في المسابقة في المبادرة دي، مبادرة بقى اكتشاف. في شروط معينة للمبادرة، عمر ما، دراسة ما، يعني إزاي كمان الناس توصل وتقدم؟ هو الشرط الوحيد في الفرع اللي هو بتاع القارئ الصغير إنه عمره ما يكونش تخطى 16 سنة. بقية الأفرع مفتوحة، وفي فرع بقى اللي هو خاص بالآئمة والواعظات واكتشاف يعني المؤثرين منهم. الحاجة التانية حضرتك سألت كيفية التقديم، هي هتبدأ في مرحلة تمهيدية، المرحلة التمهيدية بتاعتها هتكون من خلال المديريات الإقليمية. المديريات الإقليمية هتعلن، احنا أعلننا على موقع الوزارة وصفحة معالي الوزير، المديريات الإقليمية هتعلن وهتعلن في الإدارات الفرعية، وهتم المرحلة الأولى من المسابقة دي يعني بوجود ناس متخصصين عندهم قدرة على تمييز وعلى تقييم الأداء لكل متسابق، وترفع بعد كده النتائج دي للديوان عام الوزارة. يعني في لجان تحكيم صغيرة طبعًا، وبعدين لجان تحكيم طبعًا كبيرة طبعا، وبعد كده مرحلة تصفيات نهائية. والجميل في المبادرة دي ان هي دي مجرد بداية لها ما بعدها، يعني هي المرحلة دي، المرحلة الأولى دي تم رصد مكافآت ليها بمبلغ تقريبا مليون جنيه، لكن دي ليست النهاية. أنا مش هاخده يعني أبرزه في البرنامج ده أو في المبادرة دي وبعد كده أسيبه، لا، هي مقصود منها زي ما قال الوزير ما أعلن إنها رعاية المواهب المتميزة والوصول معها لأبعد مكان هي تقدر توصل بيه برعاية تامة. إيه هو مكان؟ يعني نجحنا إن هو وأعلن الفائز وسقفنا له، هتعمل انت أبعد هتستثمر بقى ايه؟ ابعد مكان ان يكون عالمي مثلاً. احنا كان عندنا القراء بتوعنا العالميين، احنا كان عندنا الشيخ عبد الباسط، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ النقشبندي، الشيخ عبد الطبلاوي، مشايخ كتيره كان لهم سمة العالميه وطبع العالميه، وكانت الناس دي هي يعني محبوبه. انا عايز بقى اطلع قارئ
من صغره ارعاه يوصل للمرحله دي. عايز اخرج ايه سبل الرعايه دي يا دكتور؟ يعني ازاي ارعى المواهب بعد ما اكتشفها؟ ده جزء كبير من المشوار انه يتم اكتشاف الموهبه وانه متميز في كذا. ايه بقى سبل الرعايه اللي المفروض تقدم ليه والخطه من قبل حضراتكم لهذه الرعايه؟ رعايه فكريه اولا، لان احنا العالم دلوقتي في حرب فكريه. لازم احافظ على ابني اللي عنده الموهبه دي ان يكون صاحب فكر وسطي، انه لا يروح بعيد عني ولا يروح لفكر منحرف يمينا ولا منحرف يسارا، انما يبقى التدين الرشيد المصري اللي هو تميزت بيه مصر ويعني واشتهرت بيه مصر، اللي هو يرجع لاصول الدين الصحيح. ديننا وسط، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الوسطيه هي يعني معالم ومظاهر هذا الدين، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وكذلك جعلناكم امه وسطا. يبقى احافظ عليه فكريا وارعاه كمان ماديا وارعاه معنويا. يعني احنا مثلا عندنا مسابقه العالميه للقران الكريم، لما هيبقى عندي شباب من اللي خرجوا من اكتشاف دول هيشاركوا في المسابقه العالميه. المسابقه العالميه دي هتبقى تشرف انها يعني برعايه سياده الرئيس وباشراف كامل من معالي الوزير، هتبدا يوم 4/2 وتنتهي يوم 8/2. احنا بننتظر مشاركه 80 دوله فيها. لغايه الان 45 دوله اكدوا مشاركتهم، تم ارسال الدعوات ل 98 دوله. المسابقه دي كل سنه بتاخد زخم كبير، يعني حتى كان معالي الوزير وهو بيعلن عنها قال ان كان في توجيهات من سياده الرئيس يعني رفع قيمه الجوائز تحفيزا للناس، وبالفعل تم رفع قيمه الجوائز لمليون ونصف. دي مسابقه عالميه، لما هاخد حد من عندي من الشباب في اكتشاف ده هرفعه هنطلق بيه للعالميه في النهائيات. نعم. يعني احنا هنستثمر في المسابقات العالميه بس، ولا عندنا خطط تانية من اجل ان نستثمر في هذه الاصوات الذهبيه، في هؤلاء الدعاة الجدد الصغيرين المواهب الجديده؟ لا طبعا في 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 مجالات كتيره، لكن عايز اقول لك كل واحد هيستثمر في المكان اللي هو برع فيه، ان كان في الخطابه، ان كان في القراءه، ان كان في الابتهال. وده يعني اللي بيقال ده مجرد رؤوس اقلام، لان في حاجات لا تقال الا في وقتها. لكن انت عارف طبعا حضرتك دلوقتي انك لما تاخد واحد وترعاه وتهتم بيه من خلال السوشيال ميديا ومن خلال يعني استخدام الوسائل الحديثة، انت عارف انك ممكن توصل بيه لفين. طيب المبادرة موجودة في كل المحافظات او هتبدأ في كل المحافظات ولا متقسمة؟ لا المبادرة موجودة في كل المحافظات، والرابط موجود على الخبر اللي هو تم الاعلان عنه، والتقديم متاح لغاية يوم 31 يناير. طب انا في الحقيقة طبعا جميل جدا القرآن الكريم والابتهال الديني والخلاف، ولكن انا مهتم جدا بفكرة الدعاء الجدد، لان احنا للأسف بنعاني من هذه الظاهرة. ما عندناش يعني يطلع حد ممكن يبقى مثلا ايه ليه اتجاهات معينة، ليه مش عارف ايه. انا عشان ابني بقى داعية عنده وعي حقيقي ويبقى ابني انا اقدر يعني ابقى ضامن هو بيقول ايه كويس، ما عندوش اي سموم فكرية، هعمل ده ازاي؟ عندي خطة لده ولا؟ وهل الحاجة دي يعني عايز اقول هل حاجة زي دي بتصنع ولا هم اللي بيصنعوا نفسهم؟ سؤال فلسفي شوية. لا 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 ده جميل خالص. هو الحقيقة احنا مش لسه هنصنع او مش لسه هنعمل. احنا عندنا الكوادر اللي بنثق فيها الان، اللي يعني بنبعثها لجميع دول العالم من خلال المطالبات اللي بتجيلنا، وعلى يقين تام وكامل بفكرهم وبأدائهم وبأخلاقهم وبانتمائهم لدينهم وبانتمائهم لوطنهم وفهمهم للأحداث اللي بتحصل حواليهم ووعيهم التام والكامل اللي يأهلهم ان هم يبنوا وعي الآخرين. صحيح. احنا بقالنا سنين بنشتغل على القضية دي. حضرتك شفت يا أستاذ مصطفى كم الزخم اللي بيحصل دلوقتي من مقارئ قرآنية، من مجالس إفتاء، مجالس حديث، مجالس فقه، من دروس للواعظات، من دروس منهجية، من منبر مشترك ما بين أئمة الأوقاف وأئمة الأزهر. ليه كل ده ظهر بالضخامة دي وبالكثافة دي دلوقتي؟ لأن احنا كان عندنا مرحلة كنا شوف زي ما بيقولوا كده أهل الفهم وأرباب المعرفة، التخلية قبل التحلية. يعني ايه التخلية؟ يعني أنا كنت بنقي الجو اللي حواليا من الأفكار المسممة. طيب. لغاية ما وصلت للسيطرة الكاملة على المنابر، للسيطرة الكاملة الكاملة على المساجد. عظيم. للسيطرة الكاملة أن محدش يطلع على المنبر غير هو صاحب فكر وسطي تربى في الأزهر أو تعلم في مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وأنا أكون آمن على ابني وهو قاعد وهو بيسمع الخطبة أن ابني بيسمع كلام صحيح
ما يجيش بعد كده الاقي ابني بيقول لي النهارده الشيخ قال كذا او قال كذا. لما وصلنا للمرحله الكامله من التنقيه والتخليه دي بدانا نظهر بقى بالزخم الكبير ده في الفعاليات اللي موجوده في المساجد واللي كل الناس شايفاها وكل الناس ملاحظاها، للاطفال للنساء للرجال لكل فئات المجتمع، هيروح المسجد هيلاقي الحاجه اللي هو بيطلبها موجوده. هل في الخطه شيء ما لي علاقه بالنشء والتربيه وطريقه التعامل مع الجيل الجديد ده بادواته بافكاره اللي يمكن في منها جزء كبير لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لكن بقت بتتصدر لهم من حاجات كتير هم بيشوفوها بيتعاملوا معاها، فهل في جزء ما في هذه الخطه لي علاقه بالنشء والتربيه؟ طبعا عندنا صفحات على الفيسبوك بتتكلم بتخاطب الأطفال، صفحات خاصة للأطفال، عندنا مجلة منبر الإسلام للطفل المصري، عندنا كتير من القصص اللي اتعملت وبتخاطب الأطفال وبتواجه الأطفال، غير الفيديوهات القصيرة اللي اتعملت على مواقع التواصل يوتيوب وفيسبوك وبتتكلم مع الأطفال عن تعاليم الدين، بتكلمهم عن بعض الأفكار اللي ممكن تخطر في أذهانهم ويبقوا عايزين إجابة عليها. كمان اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليه المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي هي تقام في شهر 2 فيها 8 أفرع منهم فرع للناشئة، يعني الأطفال الصغار اللي هم تحت 15 سنة اللي يحفظ القرآن الكريم، ومش بس الحفظ لأن احنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين ننتقل من مرحلة الحفظ والتلقين لمرحلة الفهم والإبداع والإدراك الكامل لمقاصد الشريعة وفهم النصوص فهم صحيح علشان نقدر نطبقها على الواقع اللي احنا عايشين فيه. ما هو ده كان قصدي السؤال يا دكتور. نعم. انه الجيل الجديد ده انا عارفه انه في حاجات بتقدم لي لكن الحقيقه انه يمكن احنا محتاجين ادوات توصل المعلومه بشكل اقرب لي بكل فئاته، لانه بيبقى في اطفال مهتمين بحفظ القران واهاليهم مهتميه بده واطفال بيكونوا بعاد شويه عن ده. يمكن ما عادش حد بعيد. ايه ما عادش حد بعيد. انت فكرتيني دلوقتي، احنا اطلقنا الاسبوع اللي فات او مع مطلع السنه الجديده يعني حاجة كده اسمها التحفيظ عن بعد. برنامج التحفيظ عن بعد بدأنا فيه ب16 محفظ ومحفظة من أعضاء هيئة التدريس، من محفظي وزارة الأوقاف، من أئمة وزارة الأوقاف، من واعظات وزارة الأوقاف المتميزين. 16 واحد أصبحوا بيحفظوا الناس عن بعد. أنا قاعد دلوقتي وابني قاعد قدامي في البيت وفتح الأبليكيشن بتاعه وبيتواصل مع الشيخ، والشيخ معاه في نفس الوقت بيصحح له التلاوة والقراءة، ومش بس حفظة زي ما بقول دايما، الفهم، لأن احنا معنيين جدا، مهم جدا، لأن احنا طبعاً يعني عايزين الأخلاق وعايزين يعني مكارم الأخلاق اللي بناخدها من القرآن الأطفال يستوعبوها من هم صغيرين. حقيقي ده اللي بتهتم به الوزارة وده اللي بتسعى فيه جاهدة. وخلينا نقول ان احنا يعني الحق لله، يعني احنا إلى الآن راضيين بما يتم. صحيح. لكن ليس هذا هو كل الغاية، احنا عندنا صحيح يعني طموح لما هو أكبر من ذلك إن شاء الله. على أي حال يعني فكرة المسابقات في حد ذاتها فكرة عظيمة. إذا كانت وزارة الأوقاف عملت مسابقة اكتشاف لاكتشاف دعاة جدد وقارئين للقرآن ومبتهلين جدد، فدي فكرة تتحط فوق الرأس. عندنا حاجة في الرياضة اتعملت، عندنا حاجة في التقديم التلفزيوني والفنون الإبداعية كلها. محتاجين مسابقات في كل مجال، محتاجين أفضل حد في الزراعة، أفضل حد في الصناعة، أفضل حد ننمي قدراتنا ومواهبنا بوجود عدد كبير من هذه المسابقات، نكتشف ونطلع أجيال جديدة. مصر مش عاجزة، إحنا بلد قوتها في عددها الكبير، وأعتقد ده أكبر كنز بتعاني منه دول كتير جدا إن هي ما عندهاش هذه الميزة التنافسية. بنشكرك دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وشكرا جزيلا على المسابقة الجميلة، ونتمنى إن شاء الله إن هي تفرز لنا أجيال جديدة من المصريين القادرين وهم يحملوا راية الوطن وراية الدين لأعلى المرتبة. شكرا. شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا. كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، كنا معاكم على مدار 3 ساعات أنا ومنة ومصطفى. بكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر دايما في نفس الميعاد. ربنا يصبح حضراتكم بالصحة والسعادة والرضا. صباح الفل عليكم.